السلام عليكم الشبيبة أخ إسماعيل حاج سعدي محمد أخ تاع قسنطينة، أخ زكريا عبد الحليم أخ عمار أخ سمير أخ رضوان إسماعيل أخ اللي ترمز الاسم نتاعك بعلان فضيل أخ عادل أخ عمار سمير أخ زرهوني أخ عز الدين توفيق أخ حميد أخ اللي قلت لي من قال ما ربي يبارك فيك أخ ياسين سيد أحمد ميلود أخ أسامة وعليكم السلام مروان سيد علي مقرني بيبيا ناس الجباس والناس اللي في بور والناس لاغراف أخ وليد مختار أخ عبد الكريم ياسين أخ ناصر ربيع المهم كل الإخوة ربي يبارك فيكم إن شاء الله ربي إن شاء الله يحفظكم وربي إن شاء الله يجمعنا في ساعة نتاع خير إن شاء الله نلتقي وكي نهار اليوم سواء في الخارج ولا في الداخل وإن شاء الله تجمعنا الجزائر مع بعض الإخوة والأخوات كاين بعض الشباب هكذا مع الأسف الشديد تأخذهم العاطفة وما يعرفوش مساكين الله غالب عليهم ما عندهمش تجربة ما عندهمش خبرة ما عندهمش معرفة ربما منهم بلك في حياته ما قراش كتاب وتجي تاخذوا العاطفه يروح يمشي مع واحد ومن بعد يدخل له راسه في الحيط لما يدخل راسه في الحيط يبدا يفيق كاين بعض من الناس اللي جاو هما درك الان تخيل انت درك يرحم باباك درك كاين بعض الناس اللي درك لما تبدا تتكلم يقولك انت تهدر على روحك كاين بعض من الناس اللي مرضى هو مريض ويتهم فيك بالمرض يقولك باللي واسمو انت راه عندك النرجسيه واش ما عندك النرجسيه انت رحم باباك يجيك حتى 18 سنه تبعيد على البلاد 18 سنه انا تحدثت على بوتفليقه تحدثت عليه لما كان يجري لما كان من الطياره ما يهبطش والكلام اللي قلت له راه موثق بالصوت وبالصوره وبالكتابه راه موثق ما كانش واحد اللي قالوا في اليوتيوب روحوا سمعوا شوفوا التسجيلات نتاع الناس وشوفوا يجيك انت واحد خرج في 2019 راح شارك في مسيرة تجي تقول انت باللي فرصة على جال باش قال مثلا انت تلتقي من الناس والله يقول لك انت حاب تركب الموجة
يجيك انت الطفل، الطفل ما يعرفش ما على بالوش حتى واش راه يدير، يقول لك انت او تركب الموجة. وش من نركب الموجة؟ والله بعض من الناس يقول لك اخويا انت راك في الموقع اهبط للواقع. هذا كلام احنا اللي كنا نقولوا فيه، تراك تنقل في كلام خاطيك، كلام هذا احنا اللي كنا نقولوا فيه منذ سنوات. مفهوم كلام منذ سنوات ونحن نردده، لا على بالو بالسياسة، لا حضر التجمع، لا حضر المسيرة، ما كانش حتى واحد يتكلم. انا كاينه بعض الاشياء درك، انا ندير حوار، ندير حوار انا مع مدني مزراك، ندير حوار مع عبد الحق العييده، ندير انا حوار مع شوشان، والله مع زيطوط، والله مع مراد هنا، والله مع الناس اللي حاورتهم منذ سنوات. هل ترى انا محتوم على جال باش نخرج للشارع باش انا نتكلم مع السبع الناس هذو؟ من خلال سكايب كنا نديرو فيه حوارات. المهم الرساله وصلت. الان درك الناس حابه تجني هذه التضحيات، حابه تسرقها. وعلاه ما تكلمتش انت نهار كان الكلام ممنوع؟ علاه ما بنتوش يا الابطال؟ درك الواحد يجيك في 2019 بعد ما فهمت الناس باللي هاي العصابه الحاكمه واش دارت، زوروا كثير من الاشياء اللي تتعلق بالتاريخ، وكانوا يستعملوا في هذه الماساه، يستعملوها ويستغلوها ابشع استغلال. من بعد يجيوك ناس في 2019 بعد ما بدات تتوضح الامور وشرحنا الكثير من الاشياء من خلال النقاشات ومن خلال الحوارات، بل حتى المصطلحات اللي كنا نردوا فيها على موقع نتاع اليوتيوب ولا على الاذاعه نتاع وطني ولا في الكتابات نتاعنا المختلفه، مصطلحات مكتوبه راها موثقه راها منشوره في الانترنت. يجيك واحد انت في 2019 يردد في نفس الكلام اللي انت كنت تقول فيه ويتهمك انت باللي راك تاع شيتا وانت مقروط وانت يا راك انت واسمو تراك انت بازوكا تراك انت وين كنتو هذه السنوات؟ قال قبيل واحد قال واسمو قال اهبط للواقع خليك من المواقع. والله العظيم اهبط للواقع خليك من المواقع، والله العظيم لولا هذه المواقع، لولا التسجيلات، لولا الحوارات اللي كنا نتحدثوا لما كان واحد ما يقدر يتكلم، ما يجيش واحد يتكلم. والله الى حد البارحه، الى حد البارحه كان بعض الصحفيين يتصلوا بيا يبعث لك رابط على جال باش تنشر انت في الصفحه تاع المصالحه. مازال الى حد الان نحن في 2019 رانا اليوم 24 فيفري، مازال كاين الناس الى حد الان مازالهم مرعوبين، مازالهم خايفين. ويجيك واحد يقول لك يا سيدي تكلم، تكلم على العهده الخامسه، تكلم على بوتفليقه سيدي، او تكلم على السراقين، او تكلم على النصابين كما قالهاش هذاك تاع فلان صح النوم. 20 سنة من حكم بوتفليقة ونحن ننادي ونحن نصرخ ورانا نقولوا باللي البلاد راها داخلة في الحيط. 20 سنة لما تفطن وتحل عينيك يا سيدي وتصير بطل كبير يو، وتصير تعطي في الدروس للناس، وتصير تمارس في الإقصاء، تنشر تسجيل يتعلق بواحد راهو قال مثلا عنده توجه اسلامي، قال هذو الاسلاميين وهذو كذا وهذو كذا وهذو كذا. لما تنشر تاع واحد من العلمانيين معليش، نحن لا نؤمن بالاقصاء، لا نؤمن بالاقصاء. احنا فاتحين الصفحه هذه تاع المصالحه الجزائريه، فاتحينها للناس الكل، ك
كاين بعض من الناس لما تنشر انت مثلا تسجيل، تسجيل هذاك مثلا فيه بعض الاشياء هكذا، يقول لك كيفاش انا ما فهمتش ان هذه الصفحه منها نتاع المصالحه، ام ان راها تنشر فيها اشياء مناقضه للمصالحه. لو كان جا عندك الراس وجيت تفهم، يا هل ترى التسجيلات هذيك انا اللي درتها، تا واحد انت راه يكفر ولا راه يسب، انت تنقل السب نتاعو، انت اللي كفرته، انت اللي سبيته، تراك تنشر في هذه الاشياء، هذه يضرك المسيرات هذه والاشياء هذه، الكلام اللي راهم يقولوا فيه الناس على بوتفليقه وراهم يقولوا فيه على النظام بصفه عامه. احنا كنا منذ البدايه كنا ندعو المصالحه وطنيه حقيقيه، المفترض هو انه ما نوصلوش احنا لهذا الكلام. احنا دوك رانا نبين لكم باللي هاي المصالحه نتاع النظام هاي ونوصلتكم 20 سنة. لماذا؟ لأن البناء لم يكن على أسس صحيحة، لأن المسألة منذ البداية كانت مبنية على الإقصاء، كانت مبنية على التهميش، كانت مبنية على الحقرة، كانت مبنية على العنصرية، كانت مبنية على الجهوية، كانت مبنية على الخداع. وبالتالي درك الآن هذا الشيء اللي راكم تشوفوا فيه هو ما هو إلا بداية، هذا الشيء هو راه ينذر بالخطر. احنا الآن في هذا الحوار، في هذا النقاش، حبينا على جال باش هذا الإخوة والأخوات اللي يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش، ماذا بينا نتناقشوا في هذا الموضوع. دوك الآن راه من الناس خرجوا، كاين بعض من الناس اللي راهو درك هو شافني انا درت تعليقات لا سيما حول المسيره هذه نتاع 22، اصبر تشوف نحيو التعليقات نتاعكم هكذا باش تتهناو. خلاص خلاص باش ما نشوفش التعليقات نتاعكم تاع المكلفين بمهمه. حنا درك اذا هذا الحوار اذا فتحناه حول النقاش على هذا المسيرات اللي داروه، كاين فيه بعض من الناس هكذا اللي هما لما درت انا تعليقات حول المسيرات هذه نتاع 22 وقلت باللي راهم رايحين يخرجوا هذه الجماعه نتاع 24 وراها رايحه تسلط عليهم وسائل الاعلام حتى الناس حتى يعيشوا الحدث باش من بعد يفهموا انت واش كنت تقول، حتى يعيشوه، حتى يشوفوا الناس باللي راهم هزوا عليه بالحاج وراهم عنفوه وداوه للمستشفى، ايا باش من بعد تبدا الناس تفيق انت واش كنت تهضر. انا كنت نتكلم قبل لما قبل ما تصرى الاحداث هذه، لانه عارف باللي هذا النظام راهو بالمرصاد، ورغم الان لهنا راهم الناس تاعو راكم تشوفوا فيها من خلال التعليقات تعرفوهم، عندهم وسائل مختلفة اللي هما يستعملوا بها التضليل. الآن راه عندهم درك عندهم أماكن مجهزة بالأجهزة نتاع الكمبيوتر، وعندهم ناس خدامين، هاد الناس هما في الحقيقة مرتزقة. كاين اللي ربما ما عندهمش حتى الآباء نتاعهم الأمهات نتاعهم، ناس ما عندهم حتى علاقة بالوطنية ولا علاقة بالجزائر، لا يعرفون من الجزائر إلا اسمها ورسمها، ما يعرفوش الجزائر هذو. هذ الناس هذو وش هي المهمة نتاعهم؟ درك انت لما تدير تسجيل، قال مثلا قبل البارحة كان فيه واحد تسجيل حول فيه مناوشات هكذا بين تاع الشرطة نتاع هكذا في منطقة من في ضواحي العاصمة، أنت تنشر تسجيل هذاك وهما ينزلوا عليك، راه مدرك هما في حوالي 1000 مثلا ينزلوا عليك بنفس التعليق، إهانة تشكيك من أجل صناعة رأي. هما في وقت من الأوقات لما كانت التلفزة الواحدة والحزب الواحد والرأي الواحد كانوا هما محتكرين الوسائل نتاع الإعلام والوسائل نتاع الدعايه
وبالتالي أغلبية تاع الناس ما عندهاش ثقافة وما عندهاش معرفة، رايحين هما يظلوا الرأي العام، لما هما يستعملوا حاجة يبقاو يكرروا فيها يكرروا فيها يكرروا فيها، حتى باش فيما بعد هما يصنعوا في المخيلة تاع الإنسان الشيء اللي راهم حابين يوصلوا ليه. من خلال التطور هذا، من خلال هذا الفتح نتاع الإعلام، لا سيما هذه المواقع نتاع الإنترنت وهذه الفضاءات، ولا سيما من خلال هذا البث المباشر اللي سمح لنا على جال باش نلتقيو مع إخواننا الجزائريين والجزائريات، بعد ما كانوا لما يشوفوا زوج ولا ثلاثة من الناس يهزوهم، والله يشوفوا مجموعة من الناس يهزوهم، الآن جات هذه الإنترنت لا سيما الناس اللي راهم موجودين في الخارج، وصار فيه التواصل. حتى هذه المواقع اللي الان درك راه منهم اللي راهو يهدر، المواقع هي اللي راه عرات هذه القنوات الفضائيه، المواقع هي اللي عرات الصحافه، صحافه الخرشف، صحافه اللوبيا بالعدس، صحافه البقلاوه بالتاي المنعنع، هذه المواقع هي اللي عراتكم. انا راكم تتبعوا فيا تنشر مقال او تنشر دير انت نشاط، ما على بالهمش بيك، ما على بالهمش بيك، ما همش يشوفوا فيك، ويجيبوا في اهل الرداء، يجيبوا في اهل الشذوذ الفكري، يجيبوا في المخنثين فكريا والمعاقين ذهنيا، يجيبوا في الناس هكذاك على جال باش هما ينشروا في الرداء نتاعهم وينشروا في الجياحة نتاعهم، حبوا يجيحوا الشعب الجزائر. الجزائر اللي كانوا في وقت من الأوقات يقولوا لها قبلة الثوار، حبوا يقلبوها قبلة نتاع الأشرار وقبلة نتاع الإكلوشار. الجزائر اللي كان يضرب بها المثل بالعربي بن مهيدي وبديدوش مراد ومصطفى بن بولعيد وعميروش وزبانة وغيرهم من الأبطال ومن الزعماء، صارت الجزائر لما تحدث قال الجزائر تاع الشاب خالد، والجزائر نتاع الرفكة، والجزائر نتاع كذا وتاع كذا. وحتى الناس اللي يجيبوا فيهم في القنوات الفضائية كما قلت لكم يجيبوا فيهم من أجل مخادعة الشعب الجزائري، ويجيبوا فيهم من أجل قولبة العقليات نتاع الجزائريين، حتى باش يوجهوها في اتجاه خاطئ. وكل فحل من الفحول لما هو يحاول هو انه يخرج يكسر هذيك الاغلال ويخرج، يحاولوا هو انه يكسروه، يحاولوا هو انه يخسوه، ويحاولوا هو انه يعزلوه، وهكذا يفعلون. هذا هو الديدن نتاعهم. إذن الإخوة والأخوات، جت هذه المواقع هي اللي كانت في البداية تواجه هذه العصابات، عصابات المختلفة، عصابات تاع الفساد تاع النهب تاع السرقة، عصابات تاع التضليل. جت هذه المواقع هي اللي كسرت هذه الحدود، وهي اللي كسرت هذه الحواجز النفسية اللي كانت موجودة، واللي حتى الآن راهم الآن يستغلوا في هذه المأساة أحسن وأبشع استغلال. والحمد لله، وهو أنه أفقنا لهم قبل ما ينفجر هذا الشارع، قبل ما يظهر هذا ما يسمى بالربيع العربي، وبدينا نكسروا في هذه الأمور، نكسروا فيها موضوع بعد موضوع، طابو بعد طابو، كنا نكسروا فيها. تحدثنا على هذه الاشياء اللي الان دوك هما راهم الان في 2019 باش وصلوا ليها، كنا نتحدثوا عليها منذ سنوات، فهمتوا؟ الان درك في 2019، الان دوك واش راهم يحوسوا يديروا بعد ما درك هما راه الناس خرجت، كاين الناس اللي راهم خرجت بعفويه، ولكن فيه ناس اللي هما راهم يحرك فيهم المهماس ويحرك فيهم الحراس كما قالها عمار سعداني، راهم يتحركوا من الوراء، وحبوا هما من خلال هذه المسيرات
هو أنه يوجهوا، لأنه في الجزائر لما تخرج الناس في ولايات مختلفة، لو كان هاد الناس هذو راهم دعاو هما من أجل الخروج، راهم دعاو من قبل، واحد ما سمع لهم، وواحد ما تبعهم، وواحد ما شافهم، وواحد ما على باله بهم، لأنه على بالهم باللي هذو نتاع مجموعة نتاع الدياراس، على بالهم بهم. هما لما شافوا الضغط هذاك بدا يكبر وبدات الناس تخرج في الشارع، قال واشي، قال يلا اخرج من البرة البرة، حتى باش هذيك الوسائل الإعلام تاع فرانس 24 ونتاع البي بي سي ونتاع كذا ونتاع كذا يوجهوا من خلالها المواطن الجزائري، يجيوكم من الباب واحد اخر ويوجهوهما المواطن الجزائري. ولكن ما مش دايرين حساباتهم باللي راهم كاينين ناس اللي فايقين لهم لهذه الألاعي. لذلك انا التسجيلات اللي درتهم قبل هذه المسيرات كنت على بالي باللي راهم رايحين يستغلوا بعض الاشياء، من بينها هاد الناس الاسلاميين. الاسلاميين هما اللي دخلوا للسجون، هما اللي دخلوا للمعتقلات، هما اللي تعذبوا، هما اللي طردوا من السكن تاعهم وطردوا من العمل تاعهم. من بعد يجيك انت واحد ما عنده حتى علاقة بالجزائر، ما عنده حتى علاقة بالشعب، يجيو هما يستغلوا هذيك الأوضاع نتاع الشعب، يستغلوا هذيك العاطفة، ومن بعد يحاولوا هو أنه يسوقوا المجتمع الجزائري. ما ننساقوش وما نخليوكمش الطريق. ولا شك هو أنه راهم كاينين الناس اللي من خادعين، لكن مع الوقت إن شاء الله راهم رايحين يعرفوا الألاعيب تاعهم. هذه الاشياء اللي الان راكم تكتبوا فيها من خلال التعاليق نتاع الكاشير نتاع، راهم الناس شكون يعرفوا الكاشير، شكون يعرفوا الجيعانين، جيعانين اللي هما بالكسكروط اللي يبيعوا البلاد، راهم يعرفوهم. احنا ما تجرناش بالبلاد، احنا كنا ضد العصابه الحاكمه البارح واليوم وغدوه، وماناش نطالبوا فقط باش يروح بوتفليقه او خوه السعيد، وانما تروح العصابه كل ويروح النظام كل. هذا هو الشيء اللي احنا رانا نطالبوا به، وما يجي حتى واحد يمشينا، ما يجي حتى واحد يسمع. هذا الجماعه اللي الان دوك راهم خرجوا، حبوا على جال باش هما يوجهوا الراي العام، وحبوا على جال باش هما يستغلوا منابر نتاع وسائل الاعلام اللي راها هي تخدم فيهم، خاطر احنا ممنوعين من وسائل الاعلام، عندنا فقط الانترنت. أم كاينين بعض الناس اللي راهم محسوبين على المعارضة، تذكر له الاسم نتاعي يغلث. ونفس الشيء بالنسبة اللي راهم هما في السلطة، حنا مانا لا مع السلطة ولا مع الأحزاب. وهذا الكلام اللي راني نقول فيه مشي من الآن، راهو منذ سنوات وأنا نردد فيه، ما أنتمي لا للسلطة ولا ننتمي لهذه المجموعة هذو نتاع ما يسمى بالأحزاب هذو والمعارضة هذو. عندي رأي مستقل. لما تحدثت على هذه المسيره في تسجيلات، كنت قلت باللي حذاري باش ما يلعبوش بكم. الان واش راهم يحوسوا يديروا؟ من خلال تعنيف علي بالحاج، و يعني وصل الامر حتى انه دخلوه للمستشفى. واش حابين يقولوا؟ حبوا على جال باش هما راهم يستفزوا في الناس، ها لا سيما هاد الاسلاميين، ومن بعد يلا يجبدوا هذيك القصه نتاع المأساة نتاع الدماء ونتاع الدموع ونتاع كذا، وقال هاي داعش وهاي باعش وهاي فراكش وهاي كذا. هاي المساله وراها، راني تحدثتها قبل لانه عارف النظام هذا، نعرفوا الالاعيب تاعهم. هذو مجموعه نتاع عصابه اللي راهم في الحكم، وهذو المجموعه ثاني نفس الشيء عصابه، هذو اللي راهم منهم اللي راهو يلعب في الرول تاع المعارضة. هذو الجماعة هذين تاع زبيدة عسول وهذا سفيان جيلالي من نفس العصابة، هذو راهم هما اللي نهار اللي دخلوا للناس للسجون، دخلوا من المعتقلات، هما اللي راحوا حطوهم في البرلمان. هذه نفسها زبيدة عسول هذه، ونفسه هذا سفيان جيلالي، ونفس المجموعة هذو اللي راه معاهم الصحفيين هذو اللي راهم دركم يدمعوا فيهم. تيار معروف بالعداء نتاعو للإسلام، معروفين بالعداء نتاعهم للإسلام، وما تعقدوناش، تعقدوناش لما واحد يتكلم بالعربية، والله ما تعقدوناش، والله يذكر كاش حديث، والله ما تعقدوناش.
من هنا من عند جداكم، من عند امكم، من هنا نتكلموا معكم، ونتكلموا معكم بالجزائرية باللغة اللي تفهموها. ما تقدروش تخدعونا، تضحيات نتاع شعب حابين تديوها، تضحيات نتاع شعب. انا مانيش محتاج باش نروح ندير مسيرة، روح ديرها انت، انا بهاتف نقال ومن البيت ما نخرج حتى لبرا، ولكن نوصل الافكار تاعي للمجتمع الجزائري، لانه راني نتحدث بصدق ونتحدث بلسان مفهوم راهم يفهموا فيه الناس في الداخل وفي الخارج. ما تقدروش تخدعونا، ما تقدروش تديو تضحيات اكثر من 200 الف قتيل، اكثر من 20 الف مختطف، عشرات ومئات الف الناس اللي راها لاجئه، عشرات ومئات الف الناس اللي طردوها من العمل تاعهم. حبيتوا نتوما تتصدروا الواجهه على جال باش تسرقوا تضحيات. ايها الجبناء، ايها الخبثاء، حبيتوا نتوما تتصدروا الواجهه على جال باش تديوا تضحيات نتاع الشعب. ويا ليتكم جيتوا تفكروا باللي لابد هو انه تلتقي الناس على جال باش تتصالح. يا ليتكم جيتوا تفكروا على جال باش تقولوا، رغم الدماء ورغم الدموع ورغم الحسرة، رغم البكاء، رغم التهميش، رغم الظلم، رغم الحقرة، رغم البعد، ومع ذلك نحن من ينادي للمصالحة. ورانا نقول لكم أرواحوا نتلاقاو، أرواحوا نتلاقاو على مائدة الحوار. أنا شخصيا مع نفسي ما عندي حتى حاجة، ما عندي حتى حاجة. تلاقى الناس على مائدة نتاع الحوار من أجل خدمة الجزائر. هذا الوقت كل هذه المأساة وكل هذه المعاناة، وما زالكم تستعملوا في سياسة نتاع الهرب إلى الأمام. واش البارحة صاحبي ناس في البرلمان انتخب عليها شعب وراح دخلتهم للسجون ودخلتهم للمعتقلات، والآن رايح تخرج لي انت باللي ديمقراطي، رايح تخرج لي انت باللي انت حرية، رايح تخرج لي انت باللي انت راك ضد العصابة، وانت كنت معاهم، انت اللي كنت تمد فيهم النظام لما كان يتهاوى، انتم كنتوا توسيوا فيه، والآن صرتوا انتم الآن معارضين، والناس راها تضرب في شتى النظام. لما الناس راها تدعي للمصالحة، تدعي للأخوة، تدعي للتسامح، أرواحوا تلتقيوا، ولكن هذا المصالحة بعد معرفة الحقيقة. من قتل الآلاف الجزائريين؟ شكون اللي اختطف الآلاف تاع الجزائريين؟ حبيتوا نتوما هذه الدماء وهذه الدموع ننساها؟ ما ننساهاش، ما ننساهاش، لأنها أمانة على الرقاب نتاعنا. كاينين الناس اللي نعرفوهم تربطنا بهم الصلة نتاع الدم ونتاع القرابة ونتاع العشرة، راحوا قتلوهم وقطعوا لهم الرؤوس نتاعهم. انا عندي صديقي قطعوا له راس تاعو، ونعرف ناس اللي نعرفهم هكذا من ابناء المدينه نتاعي، نعرفهم معرفه شخصيه اللي قتلوهم، راح نسمح فيهم هكذاك؟ تروح انت توصل البرلمان، ولا تروح توصل انت مانيش عارف انا البلديه ولا الولايه، وتسمح في الدماء نتاع الناس؟ لا، تجي الان درك انت ناس اكتب لي بوندرول وتصير انت هو تاع الحريه وانا جبان. يصير احمد بن محمد يا الطحاحنا يا المرخص اللي كان يتكلم في 95 لما كان البارود يعيط، وكان من قاعة حرشة يقول لزروال والجماعة نتاعو وعلى جال باش يرجعوا للطريق الصحيح، يجيني انا واحد سمحولي ونتكلمها نقولها، يجيني واحد انا كبول يجي يقول لي انا على احمد بن محمد باللي هذا فات وقتك. علاه فات وقته؟ علاه وفات؟ سما نتوما خرجت برك، هذا غا خرجت برك في المسيرة، والناس اللي ماتت، والناس اللي تسجنت، والناس اللي تعذبت، كانت الناس تنتقد وتقول باللي الثورة سرقوها، وانتم مش راكم تديروا؟ انتم راكم جماعة العماري وجماعة نزار وجماعة نتاع اللي دخلوا في الربع ساعة الأخير،
حبيتوا انتم الان تتصدروا الواجهه، حبيتوا انتم على جال باش تديوا تضحيات نتاع شعب. صار الناس هذه اللي درك خدمت، رانا ضد بوتفليقه وضد الجماعه، ولكن مهما يكون الامر على الاقل اسيدي الا كان راهو كان ترو راه تسودا راه مازالوا لي ترو واحد اخرين، ولكن راهو كاين ترو راهو تسودا تسودا راه نقصت هذه المجازر، وراه على الاقل سيدي رجع باصيص نتاع الامل قادرين حنا دوك حنا نبنيو عليه ونروحو نمشيو للامام. صارت الناس بداتها من الاقصاء، قال هذ الاسلاميين هذو راهم درك هما اللي داروا الفتنه في البلاد، وهذو نتاع النظام هما نتاع العصابه الحاكمه، دونك نتوما اللي تحكموا ياو تديو الشعر ياو تديو تبن، فهمتوا تديو تبن، رانا فايقين الالاعيب تاعكم وما تخدعوناش لا البارح ولا اليوم ولا غدوه. انتم اقليه ماكره، راني قلتها في تسجيلات سابقه ومازالني على نفس الراي، اقليه ماكره. تم الان في ظل هذه الاغلبيه المتناحره تم راكم تحوسوا على جال باش تديو البلاد تديوها للهاويه. الجزائريين والجزائريات سواء كنتم في الداخل ولا الخارج احذروا احذروا، ما لازمش يستعملوكم لا في التجمعات لا من خلال الشعارات تاعهم، فهمت؟ جيب لك انت شعار بوتفليقه والسعيد ومانيش عارف كيفاه، لا نريد بوتفليقه والسعيد، احنا ما عندناش مشكله مع شخصيه مع سعيد بوتفليقه ولا مع اخوه، احنا مشكلتنا مع عصابه، مشكلتنا مع نظام، النظام يروح النظام يرحل، هذول اللي حابين على جال باش نتا ينحي سعيد بوتفليقه وينحي خوه ومن بعد يجي هو في المكان نتاعو، هذا هو التغيير اللي تحوسوا عليه. والله تنحي انت برلمان راه مزور والله وسمو، ومن بعد تجيب لي ناس انا بالتعيين مجلس تأسيسي بالتعيين، اروح انت جيب انت حط لي انت شاركت في مسيره انت عندك باش في الفيسبوك انت هدرت في اليوتيوب، ارواح عايشي في البرلمان وناس تضحيات انت اجيال، كان منهم من يمنعنا من المسيرات ومن يمنعنا من النشاط السياسي، والان صاروا يديرونا في الدروس الحريات وعلى الحقوق نتاع الانسان. راه الناس اللي عندهم اكثر من 20 سنه فهمت، وانا ما رانيش ندافع عليهم، ولكن هذه الحقيقه تقتضي هو انك تنصف الناس. انور هدام هذاك راه هو منتخب فهمت، انتخبوه ناس في تلمزان منتخب، خرج هو تتفق معاه ولا تختلف معاه، لكنه كان معارضا للنظام ما عندوش جواز سفر. يجيك انت طحان طالع هابط فهمت، ومن بعد قال الوشي قالك انت شكون انت يا انت ارهابي انت يا ارهابي يا ارهابي وانت ديمقراطي. نفس الناس هذو شكون اللي كان يواجه في النظام انت اللي كنت تواجه فيه، وين كنتو قبل 2011 وين كنتو؟ ولا كان فيكم واحد يسمعوا به الناس قبل 2011؟ هذا المواقع نتاع الفيسبوك روحوا شوفوا تاريخ التسجيل تاعهم، الا كان واحد منهم كانت عنده باج في الفيسبوك في اليوتيوب نفس الشيء، جيبوا لي واحد عطونا اسم نتاع واحد برك راهو كان هو ينشط سياسيا ولا راهو كان داير موقع نتاع انترنت والله وراهو يسعى للتغيير تاع النظام، عطينا الاسماء نتاعهم. ظهروا مباشره بعد الهروب نتاع بن علي وصاروا يدعيوا في البطوله ويديروا في مجموعات في الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي كذا، وتدعم فيهم قنوات فضائيه من اجل توجيه الشعب. يا ايها الناس ما لازمش يخدعوكم، ما لازمش يلعبوا بكم، راهم الان درك هما راهم يستغلوا في ناس درك هذه القضيه هذه نتاع اللي بالحاج الهدف نتاعها هو تهييج الاسلاميين حتى باش هما
يفقدوا الأعصاب تاعهم، ومن بعد هما من كثرة المعاناة، لأنهم هما الشريحة الكبرى في المجتمع الجزائري هي اللي عانت من الاضطهاد، وعانت من الظلم، وعانت من الحقرة، وعانت من التهميش، هي الشريحة اللي الآن راها مستهدفة. يستفزوا فيهم من خلال الهجوم على علي بن الحاج، حتى باش هما تصير عندهم ردود فعل، ومن بعد قال هاهم هاي داعش، هاهم جاو جماعة نتاع داعش. فهمتوا القسمة القصة وراها؟ ومن بعد هما راهم بعيدين عن الضغط، راهم في فرنسا ما شاء الله بالكرافات، ويتحدثوا بالسياسة وقدام القنوات الفضائية وبالابتسامة، وهذوك راكم تعرفوهم. فهمت؟ تا واحد مظلوم، مسجون، محقور، بعيد على والديه وبعيد على أهله، ما يتكلمش هو بالضحك، ما يتكلمش باللعب، لأنك أنت راك عايش في الرفاهية، وراك تتنعم بالحرية، وتتنعم بالدعم، وتتنعم واسمه بالمال وبكذا، سي نورمال، أنت راك عايش في الراحة. هذاك اللي راه هو يتوجع، الآلام هي اللي راها تخليه يصرخ، ولكن أنت ترك لقيها طايبة. تنهار اللي الناس كانوا يهزوا فيهم العين بقل، ويهزوا فيهم الواد الناموس، ويهزوا فيهم الورقلة، ويهزوا فيهم مانيش عارف أنا، أنت في الوقت هذاك كنت دخلت البرلمان، كنت تدي في الدراهم، كنت تتمتع بالحرس، وكانت عندك سكنة. فهمت؟ أنت علاه أنت تراك أنت وش الشي اللي خصك أنت؟ لكن هاد الناس هما على بالهم باللي انتخابات ما تخدمهمش، بالتالي هما لما الانتخابات هذيك ما تخدمهمش واش يروحوا يديروا؟ يروحوا هما على جال باش يروحوا تسمى من خلال هذه المفاوضات اللي يديروها، والله من خلال النفخ نتاعهم في وسائل الاعلام، لانهم هما على ارض الواقع ما يساويو والو، هما يدخلوا على جال باش يستقطبوا الناس فيما بعد، على جال باش يوجهوهم، ومن بعد هما يحصلوا على المغانم، سواء تعلق الامر في البرلمان ولا في مؤسسات واحده اخرى. لذلك الاخوه والاخوات ما لازمش تنخدعوا، هذو راهم اذا كان حبوا على جل باش يكون هناك تغيير بعد من الواجهه، انت راك موسخ بعد من الواجهه، خلي راهم فيه شباب، خلي عليهم، هذا الشباب راهم هما يتكونوا، وراهم هما يديروا قال مثلا لجان، ولا راهم يديروا اسمو، خلي فيما بعد راهم يفرضوا امر واقع، او يشوفوا شخصيات سياسيه او كذا. تارك حبيت تشارك، ادخل في مسيره وشارك، بصح باش تجي انت تستقطب الناس، او تجي على جال باش تستغل انت هذاك الحراك على جال باش انت تديه، ما تقدرش، لا انت ولا غيرك. فهمت؟ لا انت ولا غيرك، رانا نعرفوكم، نعرفوا المخططات نتاعكم، راني قلتها لكم في التسجيلات، راها موثقه، وحتى في مقالات راها مكتوبه. الناس حابين يوصلوا السلطه بغير الانتخابات، هذه هي المساله. كاين ناس اللي راهم في السلطه حابين هما تهيئ لهم الارضيه على جال باش هما يفرضوا امر واقع بحسم عسكري، وكاين ناس اللي راهم ايضا يسعون للسلطه وحابين يفرضوا امر واقع بحسم عسكري، لانه في نهايه الامر هذا الحراك هذا الشعبي سواء في الداخل او في الخارج، لما تكون ما تكونش فيه ناس اللي يتاثروا وتوجهوا فيما بعد، هذا الناس راح تدير مسيره، ومن بعد راح 22، من بعد البرومي مارس، ومن بعد 15 مارس، ومن بعد 19 مارس، ومن بعد 15 افريل، ومن بعد تقعد انت تدور دورك في الشارع، وقال بوتفليقه يا المروكي وسلاليا الجبان ومانيش عارف انا كذا. من بعد لابد هو انه هذ الناس اللي راهم متحكمين في المفاصل نتاع الدوله، كيف انت دوك تروح تحكم المطار، تروح تحكم الميناء، تروح تحكم انت البنوك، تروح تحكم انت وسائل تاع الاعلام، كيف راح تدير؟ هما راهم متحكمين في المفاصل نتاع الدوله، تاع المفاصل نتاع الدوله هذيك ما تقدرش انت تحكمها اذا كنت ما عندكش شرعيه، شرعيه في الشارع، شرعيه ما تدير بها والو، شرعيه في الصندوق. غدوه لما تكون هناك انتخابات
فيما بعد انت راهم عندك ممثلين في البرلمان من خلال التشريعات ومن خلال النظم اللي انت فيما بعد تغير الامور هذه. قال ها وهذاك اقيل من منصبه عينه في مكان واحد اخر وكذا وكذا، وما تكونش في اطار تاع انتقام وتاع تصفيه حسابات، لانه لما تكون في اطار تاع انتقام وتصفيه حسابات فيما بعد انت راك رايح نفس الشيء راهو راح يزيد يسرك، راهم رايحين يخرجوا لك الناس تراك درت ثوره، يجيوك ناس يديروا عليك ثوره وتبقى ثورات هكذا. هذا يسلم لهذا. حنا نحوسوا على جل باش ننهيو الازمه، ننهيوها بشكل نهائي. وباش ننهيوها لابد من حوار صريح وشفاف. هاد الناس الانتهازيين اخويا على الاقل الاقل استحي بعد تجي في الصف الثاني ولا في الثالث. خلي تا كيما هذاك درك انت، يعني نحاول ندير لكم مشهد هك مثل هذاك اللي هو كان سكرجي فاسق فاجر يتناول في المخدرات ومانيش عارف انا كذا كذا كذا، فجأة تاب ومن بعد جاي في الصف الامامي وراهو مع الجماعة هذوك اللي راهم هما من المشايخ وكذا، ويصير هو يوجه فيهم نوض الشيخ عاد الروح قد من تمنيه. واش واش يا صاحبي غير مازال ما غسلتش روحك من الاخر، جيت يلا ثم وليت دير في الدروس. تا البارح كنت مع عصابة، مع انقلابيين، مع نظام مستبد، مع نظام اللي هو كان يتهاوى انت كنت تشد فيه، ودركا صرت انت تعطي في الدروس الحرية وانتخابات ولجنة مراقبة الانتخابات ومشروع مجتمع. منين جاتكم هذه؟ منين طاحت عليكم؟ وغير لو كان جات افكاركم. ناس عندها سنوات وهي تناضل ليلا ونهارا، حبيتوا انتم تتلمطوا على هذيك التضحيات وتصنعوا بها واسمو القاب، ما تقدروش تخدعونا. المهم نوصي خاوتي في الجزائر وفي الخارج، ما تستجيبوش للاستفزازات نتاعهم المتكرره. راهم درك الان هما مثل ما قلت لكم في تسجيلات مختلفه مثل الخنزير هذاك اللي هو راهو في وحل، وانت راك تحوس تقبض عليه وراك تحوس انت تخرجو، تجيه في الطريق ياكلك. هكذاك راهم درك هما راهم في هذه الحاله. بعدو على الطريق تاعهم، راهم اللي جاء في طريقهم ياكلوه، بعدو على الطريق تاعهم. حاولوا هو انه تعبروا بطرق ذكيه، حاولوا هو انه تبتعدوا على الطرق نتاعهم، لانه ما راهمش رايحين هاد الناس رايحين يتركوا الحكم هكذاك ويخرجوا وكذا. لا شك هو انه راهم درك هما راهم يديروا في دراسه او يديروا في تقييم من الوضع، ولكن قادرين هما يديروا حراك موازي. انا نشوفوا فيها، شوفوا تونس، شوفوا مصر، قادرين يديروا حراك موازي ويدخلوا لكم بناس اخرين. لذلك انا راني نحذر فيكم، ما لازمش انتم هذا الناس اللي هما كانوا مع النظام تثقوا فيهم، اللي كانوا في النظام وكانوا يخدموا في النظام ووقفوا مع النظام هذو غير سي با لا بان يحكيو لكم على الحريه والديمقراطيه وكذا. تحكي روح جي في الصف الثاني ولا في الثالث، خلي الناس اللي هما راهم ذقوا المراره نتاع هذا النظام ويعرفوه، لانه هاد الناس ما راهمش رايحين يبيعوا للقضيه، فهمت؟ اما هذا الانسان اللي يجي هو يشريوه بتصريح في التلفزيون او يشريوه بكسكروت، هذا ما تنتظر منه حتى شيء. ونفس الشيء كاين بعض الناس هكذا يحب هو يستعمل قال مثلا نوع من الخطاب هكذا باش يربح الود نتاع الناس، والله على حساب القضيه. لا جيك انت دوك مثلا واحد الناس راهم يحوسوا هما الانفصال، وتجي لك الانفصال هذا وجهه نظر، لا انفصال خيانه، ما تجيش تلعبها لي خيانه، ما تجيش تقول لي بلي وجهه نظر وهذا انا وقضيه نتاع افكار. واش من انفصال فكره؟ واش من فكره هذا؟ او خيانه. حتى الناس اللي راهم دركم حركوا في وقت الثوره، لو كان تولي انت بالفكر هذا كيف كيف، هو راه يشوف فيها بلي فكره. لكن شوف انسان ناس خلاص مشيت لهم في الدم، عندهم حقد على الجزائر، حقد على العرب، حقد على الاسلام، ما تجيش تقول لي هذه فكره، هذه ماهيش قضيه نتاع فكر، حقد.
ضغينة، وحنا لما انت تنسق تنسق مع الناس اللي راهم هما يؤمنون بالوحدة الوطنية، يؤمنون بالتكافؤ نتاع الفرص، يؤمنون بعدم الإقصاء، ولازم الناس تفرق. كان بعض من الناس مرات هو انك انت تنتقد واحد والله يقول لك ايه مال انت راك انت تقصي، لا، يجب التفريق بين الإقصاء وبين الانتقاد. ننتقد وننتقد بموضوعية، ماشي ننتقد قال انا حقد. السيد راهو كان البارح رئيس حكومة مع بوتفليقة، وكان مشارك معاه، كيفاش درك انا نجي انا يحط لي يجيني انا يولي لي هو رجل اجماع؟ كيفاه وانا عندي 18 سنة برا؟ يا الرب العالي فكر في بلاصتي، حط روحك مكاني، كيفاش انا نقبلو رجل اجماع؟ ما نقبلوش، علاه نقبلو انا رجل اجماع؟ واحد البارح كان في برلمان، ناس راح دخلت للسجن ودخلت للمعتقلات وطردوها من العمل تاعهم، كاين الناس اللي ضيعوا لهم حياتهم، ضيعوا لهم حياتهم، كاين الناس اللي قتلوا. يجيك انت على واحد كسروا له خنافه باللي هذا راهو ضحى وراهو قدم من الجزائر، او اش تحسبون احنا راكم تخاطبوا في عقول، راكم تخاطبوا في كفاءات، راكم تخاطبوا في ناس عندهم تجارب؟ الا قدرتوا انتم تلعبوا على الاطفال، ما تقدروش تلعبوا على الناس اللي راهم عاقلين. نحاول هو انه نترك المجال، ربما بعض الاخوه اعتقد هو انه الجماعه راهم راحوا، الجماعه انت مكلفين بمهمة. مسيو خبيب الزول، والسلام عليكم وتحياتي. هواي انا نناقش معك بالاحترام، وشوف لي انا مبين وجهي، ها هو وجهي، وانا ماشي انسان خواف ولا برقاك ولا وحده، ونقول لك وما نحشمش بيها، انسان خدمت شعبي والوطن تاعي وخدمت نفسي وعائلتي وكل شيء، عسكري سابق ونفتخر بها. ولكن غادي نقول لك، عندما تهضروا انتم تقولوا الانقلابيين على التيار تاع العلمانيه في 91، علاش ما تهضروش على التيار تاع الانقلابيين، يعني العصابه ولا السيستم بوليتيك لهذا لو بوفوار اساسا من بدا من 62 عندما انقلب على الشرعيه نتاع الشعب اللي هي حكومه مؤقته، وقتل لا مينيستر ديفونس كريم بالقاسم. علاش ما تقول، علاش ما عندما تهضروا على الحركه، علاش تفكروا غير الحركه تاع فرنسا؟ علاش ما تهضروش على الحركه اللي كانوا حركه الاولين للدوله الامويه والدوله العباسيه؟ علاش ما تهضروش على الحركه تاع الاخوانجيه اللي كانوا تابعين السيد قطب زاده اللي هو هندي وينظر لي في الاسلام؟ علاش ما تهضروش على الحركه نتاع القوميين الناصريين بومدين وجماعته وبن بله اللي تقدسوهم والقذافي وداك الشيء؟ علاش ما تهضروش على الحركه نتاع الطلبه ولا الناس الكفاءات اللي جابوهم وقصاو الشعب رغم عنه هنا في الجزائر باش يدخلوا العروبه بالززع الناس بالزرواطه بالهراوه بالعصا؟ علاش ما تهضروش على الحركه نتاع فرنسا؟ علاش ما تهضروش على الحركه اللي كانوا متورطين مع العثمانيين من زمان؟ حنا نقلبوا، اذا بغينا نغيروا نظام نغيروه من 62، والناس اللي تهدر عليهم اذا كان ناس تهدر عليهم انت عندك صراع معاهم هذوك الناس. انا شوف انا انسان صريح، قول علينا ولا كيما راهم يهدروا دوك، خرجت للعلن للسطح قال لك باللي متقاعدي الجيش والمشطوبين واللي كانوا برا علنوا حاله نتاع استنفار قصوى عمرها شهور، وهما ينظموا باش يحاربوا هذا السيستم وهذه العصابه اللي هي من 62 من نهار اللي انقلبت على الحكومه تاع الشعب، على لا مينيستر ديفونس اللي جاب وثيقه النصر اللي هو كريم بالقاسم. علاش عندما تهضروا انتم تهضروا على علي بالحاج، علاش ما تقولوش باللي كريم بالقاسم اللي الناس العلمانيين اللي تختلفوا معاهم ويامنوا بالمبادئ والقيم نتاع الثوره النوفمبريه، علاش ما تقولوش باللي خانوهم في 56 وباعوا بالمهيدي وبغاو يمنعوا الكتاب تاعو؟ علاش ما تقولوا باش ما تبانش الخيانه؟
علاش ما تقولوش باللي بن بولعيد الله يرحم ربي وفلاس يعفو شاوي ذا حور اريز لهالي باعوه بالخيانه في 57؟ علاش ما تقولوش باللي عميروش والحواس جا فاكس من عند فرنسا جابوا وليد كورنل عميروش نور الدين حموده دي بي تي اللي قاتل المرهب وقاتل الدواعش في التسعينات؟ علاش ما تقولوش باللي جاب واسمه الفاكس اللي تبعث لهم باش باعوهم في بوسعاده 58؟ علاش ما تقولوش باللي هما قتلوا كريم بالقاسم وهو مسلم وانت تهضر اسمع باسم الاسلام وكان يصلي؟ اسمع لي دقيقه، واللي خلص اصبرني نهضر معاك. باش يدفن واش في تتكفي بعضك؟ المانيا احبس هما نصارى ماشي مسلمين، اصدقائه نصارى. بعقلك نهضر معاك نتناقشوا فكرة بفكرة، فهمت؟ نعم، ما راناش لهنا في كازرنا، فهمت؟ التعنطير ما تاعك عليش في هذاك كزرنا، انا انسان مدني. الان انا لاش نتكلم معاك نهضر معاك، شنو مدني. نهضر معاك؟ نهضر نعم، معاك اسمع والعسكري قبل ما يكون عسكري هو اسمع انسان مدني مش شعب. راني نهضر معاك، رانا في الانترنت ما راناش في ثكنة عسكرية، باسكو بالبوطون هي عندي في يدي نعطيك برا، فهمت؟ كما كنتو ايوا ديروا انتم، هدر هاني نسمع اسمع لك. اشرح لي كما اشرح كنتو لي. ديروا انتم ديروا بالبيه هكذا اللي هضر معاك تيري عليه، انا دوك ندير لك هكذا ندعسك كما الناموسه هذيك، ندير لك هكذا نجيبك برا، فهمت؟ ولكن انا في الجزائر، انت الجزائر اللي تهدر عليها احنا فيها وانت برا، بس وكدعسني نهضر علاش معاه، انا باقي نهضر هنا؟ معاك، انا جزائري اكثر منك، فهمت؟ ما ما كاينش تعاقبنيش انا جزائري اكثر بالطريقه. من جزائري، انا ما قلتلكش انا جزائري الجزائري اكثر منك. الجزائري انا عايشه في قلبي واحد المرتزق، فهمت؟ الجزائري انا عايشه في قلبي، الجزائريين كل الجزائر شيء عايشه في سواسية. قلبي هل واحد نفس الشيء؟ المرتزق، فهمت؟ واحد لماذا المرتزق، مرتزق؟ كواحد من المرتزقه، فهمت؟ كواحد من لمن المرتزقه، مرتزق؟ مرتزق. لمن؟ انت شوف تقتل في شيوخ بابا، الجزائريين في لمن مرتزق؟ التسعينات، قولي لصالح من مرتزق؟ لصالح من؟ كنت لصالح تقتل من؟ في توم اللي كانوا يستعملوكم في التسعينات، كانوا يستعملوا فيكم انت. هذوك الخطاب تاعك هذا اللي تهضر عليه، تهضر انت اولا. ولكن يا سيدي كريم، اصبرني انتم تقولوا ان الاغلبيه اصبرني 90%، اصبرني دوك 90% اغلبيه شعب اسمع معاكم، لماذا فريتوا من الجزائر؟ اسمع هربتوا وخليتوها على انقاضها خراب؟ اصبر علاش حنا اصبر بقينا واللي كنا اقليه وتقولوا بلي انقلابيين؟ اصبر انت كان عندك سلاح، فهمت؟ انت كان عندك سلاح، انت لو كان ما جاش عندك السلاح لو كان كرك كلمه ضامه، فهمت؟ كرك ما تقدرش تهز النيف نتاعك، انت كان عندك سلاح، كنتم متقومين بسلاح، ولكن لي علاش؟ ما كنتش راجل انت، ما ولكن كنت انتم تتحل. اصبرني وسيدي كريم، يا سيدي اصبرني لو كريم، يا كناقش الاخ كريم، ولكن اصبرني انتم لو في كناقشك 62 دخلتوا بالسلاح على الناس اسمع عزل. اصبر 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 برك من التخلاط نتاعك، اصبر نناقشوا واحده بوحده. انا ما عشت، انا زايد في ال 65، انا 62 ما حضرتلهاش. نعم، ما وي تبداش جيكو جيكو تخلط، تاني نسمع صريخك. اسمعني اسمعني، نعم تارك تهضر لي درك انت نعم تقول لي باللي انت يا نبداوها من 62، تقول لي انت نبداوها من 62 من يصرى ارواح اول انقلاب؟ هذاك هو الانقلاب معليش الاول، نصلحوا الانقلاب اصبرني اول غلطة. اصبرني، نعم ماشي كل كلمه تقاطعني، اصبرني نمد المداخله نتاعي ومن بعد تتكلم، راني كنت نسمع فيك. تقول لي وي باللي درك هاني نسمع. ارواح نناقشوا الموضوع من 62 الى غايه اليوم، ونحاول هو انه نلقاو حل مع بعضنا، نقول لك اوكي. ولكن انا المشكله انا ما رانيش نشوف فيها بدات في 62، ما رانيش نشوف فيها نعم بدات في متبدأت. 62، راها من قبل 62، الصراعات راها كانت موجوده من قبل الثوره، قبل الثوره كانت موجوده. من وقت الحزب الدول المخزنية اللي كانت هنا في شمال إفريقيا، الدول المخزنية اللي كانت تابعة للأمويين والعباسيين، أعطي لك التاريخ بالأرقام. يا وشكون معليش هي العائلات اللي كانت يا متورطة معاهم؟ يا سيدي، نبداوها من العصر الحجري، هاي نزيد نروح معاك بعيد، هاي ماشي غير العصر نعم الاموي، نروحوا للعصر الحجري نعم ورواح نجيو. هذا النقاش، هذا الموضوع، هذا التاريخي، هذا اولا يناقشوه الناس اللي هما اهل التاريخ، ماشي واحد اللي قرا معلومات ما على بالوش حتى بها لا صح ولا غلط، يناقشوه المؤرخين. وهل شفتني انا اذا كنت متخصص في اصبرني التاريخ؟ يا سيدي هل تظن اصبرني، بان راك احنا نسمع فيك قلت لك ما مجرد قطيع من تقاطعنيش، الحيوانات؟ اصبرني راني قلت لك خليني نكمل المداخله نتاعي ومن بعد نتناقشوا واحده واحده. نعم تفضل. موضوع التاريخ نخليوه للناس تاع التاريخ، موضوع تاع اللغات نخليوه للناس المختصين تاع الاخر تاع تاع علوم اللسانيات. ايوه، خليوه تاع علوم اللسانيات تاع ها الناس نعم المختصين، نعم وين السياسة تكون للسياسيين، فهمت؟
نعم حاجة نتاع العسكر نخليوها للعسكريين. أنا ما عنديش هاي مانع هو أنه الجزائريين، هذا هو الشيء اللي راني نعمل له. أنا راني ذوك لما تحدثت على هذا الناس، أنا ما رانيش نقول لك ذوك باللي راه من الإسلاميين على الحق وهذوك راه مع الباطل، ما رانيش نقول بهذا الكلام. راني نقول باللي هذا الناس اللي راهم هما يستعملوا في الخداع، يستعملوا في الإقصاء، ويحوسوا هما ذوك يستثمروا في هذا الحراك، يستثمروا في هذا الهيجان الشعبي، ويحوسوا يحرفوه على الأساس تاعو من أجل الوصول للسلطة. أنا راني منذ سنوات وأنا النادي على جال باش يجتمعوا الجزائريين والجزائريات في مؤتمر ويروحوا واحدة واحدة لتغيير حقيقي. أما ذوك أنت تجي تستعمل لي هذا الخطاب المليء بالحقد وبالضغينة ماشي بالحق. تجاه لا 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 الإسلاميين لا لا لا، وتجاه العرب، ما فهمت؟ تجاه نكرههمش، العرب ما انا والإسلاميين. مسلم ذا مسرم، انا مسلم، انا انسان مسلم، ولكن انا الاسلام نتاعي ما يشرعليش وما يسمحليش انه انا نمشي الى منطقة ولا شخص ولا ندخل على عائلة نتزوج بنتهم ونفرض عليهم تبعية ثقافية ديكتاتورية لي، أنا ثقافية تاريخية هويتية كل شيء لي، ما نسمحش هذا بهذا الشيء. شوف ما نروح لك، قالهاش نروح الإسلام، لك بغير ما بالعقل، قالهاش الإسلام غير هذا. بالعقل، نروح شوف نهضر لك بالدارجة، باسكو العربية، لا العربية ما نبغيش نهضر العربية الفصحى، نهضر بالدارجة لأنه الدارجة هضر بالدارجة على خليط راسك. من لغات الدارجة خليط تقريبا فيه 60 ل 65% المصطلحات نتاعو من الامازيغيه، يعني امازيغيه محطمه، انقاذ الامازيغيه ما اللي فيش تدمرت مشكلة، ما فيش. مدرجه. منين أنت الأخ؟ أنت اوكي منين من البلاد؟ انايا من لا زون كابيلي، زي الخضاريه، من جماعه من المخفي. الخضر. جماعة نعم المخفي، ثم اللي كنتوا تقطعوا في هاي الروس في الـ دوك في الـ نكمل لك. كنتوا لا تقطعوا في لا لا الروس لا لا لا، مزبربر. ولكن لا ما ت... لا اسمح لي، اسمح لي غير بالعقل بكون نروحوا ليها. الناس اللي تقول بلي يستثمروا في الشارع، عندما الا كان شفتوها انتم بلي الهزه اللي تاع 91 انتهت في 91، ما انتهتش، لانه هذوك الناس عندما تقول انت الاسلاميين، شكون هما الاسلاميين؟ الاسلاميين اصلا كل المخرجات نتاع الشياطين ونتاع وليد قومي انيس ونتاع الاحزاب الاسلاميه تاع سلطاني وابو جره وزيطوط وانت ومجموعات كثيره وافراد كثيره، انتم كل شيء مخرجات من الحزب الواحد الديكتاتوري اللي كان يحكم الجزائر بالقوة وبمساعدة القوة الخارجية اللي كانت مشرعت له هذاك الشيء. كاين الناس اللي بداوا يتكلموا في التسعينات، انا زيطوط نعرفه باللي من الحارس القديم نتاع عبد الحميد مهري، يتغنى بالديمقراطية نتاع مهري اللي هو خريج المدرسة نتاع الديكتاتورية نتاع الحزب الواحد تاع الشيوعية، ولا واحد يقول لك بومدين باسم الإسلام، والله بومدين، بومدين كان شيوعي ومعروف باللي اسمع، القومية العربية الشيوعية يعني عفلاقيين خريجين تاع المدرسة تاع ميشيل عفلق بومدين ما اللي تجيش يمشي مع الشيوعية. انت والاشباه نتاعك ما تجيوش نعم في الحذاء نتاعو. بومدين الحذاء نتاعو ما تلحقوش ليه. هاني طيحتك في البياج، هاني طيحتك في بياج هاني وجبتك، قلت لك ما جبتك تجبدنيش، ما جبتك تجبد. تعرف وعلت شوف ليا، هاني جبتك مع للبيئة بومدين، نتاعي. واخبط اسمح لي، راسك اسمح لي للحيط، مليح. شوف فهمت؟ إذا اخبط كان، راسك إذا كان للحيط انت عندكم واللي معك. بومدين بشوف ليا، إذا كان بومدين مجرد إله أو ماهوش إله. إمبراطور، فالحسين أيتحمد واش يسموه؟ بوضياف واش حسين يسموه؟ مجموعة رجالة، الستة واش يسموهم؟ بن وزداد، بن مهيدي، رجال. واش شوف يسموهم؟ الكلام واش تاعي، يسوى قدامهم الكلام بومدين؟ واش يسوى قدامهم بومدين؟ هل بومدين عندما فجروا الثورة هما وخطوا الثورة هو كان مازال طفل، مازال يلعب في البي في التريوة، مشى لمصر. إذا كان تاعي. قدسوا بومدين، إيوا قدسوا يغرطن، قدسوا ماسنسن اللي وحد نوميديا إمبراطورية حضارة وتاريخ وشعب، علاش حتى نقدس بومدين؟ واش من الرصيد التاريخي اللي كاين عند بومدين؟ راك تحاجي واسمع لنا وهذاك بومدين. وتفسر، تحاجي وتفسر. نعم شكون هو بومدين؟ شكون هو؟ اسمعني شوف نعطي لك واحد المعادلة تاريخية دوك تعلم نصدمك بها تسمعها. ونتحداك، إذا كاين واحد من يا ودي اني المشاهدين قادر نخرجك، يصدق لك خلاص بومدين زعيم، اسمع، خليني اني نقول لك الكلمة هذه قادر وهبطني، نخرجك الجملة من هذه هبط. وهبطني اسمع، ما نهبطش هذه ما الجملة. نهبطكش نعم اسمع ما نهبطكش ما ها نهبطكش اصبر اسمعني، تعلم تسمع. المشكلة تكون ها هو انه تذكرك تدعي من انك راك فاهم القضية وفاهم الاسم،
هذوك اللي يسمعك. شوف فرق بيني وبينك انت، نعم. انا درك هذا عبان رمضان وايت احمد ها وكريم بالقاسم، انا نعتبرهم ناس شاركوا في الثوره حتى ولو ياه، اختلفوا مع بعضهم. بومدين انا اللي راني حطوا نشوف الأسس فيه المبادئ تاع الثورة، ايه اعتبرهم انا لا فقط انكر، هم لا ديزاين. انكر اللي راك تهاجم فيه تيار، لك تهاجم فيه تيار لأنه هذا لانك انت التيار عندك قالب حقد، بالقوة، دخل بالعنف على عندكم العاصمة حقد على وأسقط العرب. حكومة شرعية كانت تساوي ومنين فرنسا وتمثل الشعب. منين جت الشرعية؟ منين من جبتها؟ هو منين فرحة عباس؟ شرعية شكون اللي كان شعبية؟ رئيس منين الحكومة المؤقتة؟ منتخب؟ فرحة إذا عباس؟ تمت راهو كان الديمقراطية، ضد هذه هي الديمقراطية. فرحة عباس، كان اندماجي. فرحة عباس ما كان عنده والله حتى علاقة بالثورة. فرحة عباس راه فيما بعد ما انفجرت الثورة، التصريحات تاعو راه مسجلة ومشهورة، كي واسمه بن خدام نفس الشيء، راهو كان مع المركزيين ما كانش مع الثورة من بعد باش هما التحقوا. درك هذا الناس اللي راهم دوك الحكومة هذه اللي تهضر عليها، وشكون اللي عينها؟ عينوها نتاع المقررات نتاع الصمام. منين جات الحكومة المؤقتة هذه اللي راك تهضر عليها؟ ها والمؤتمر تاع الصمام راه فيه وعليه. انت كي تجي تقول لي باللي حكومه لماذا شعبيه، بعد كيش ما مؤتمر انتخب عليها صومان مش سنة 56 حكومه تمت هذه من الإطاحة الوزراء بأعمدة نتاعها؟ الثورة اللي هما من أربعة من أكبر أعمدة الثورة اللي هما بن مهيدي وبن انت راه كنت مع بوليهيد المخفي، وأمير روش الحواس. ترى علاش؟ كنت مع المخفي. اسمع، ترى كنت تقتل في الشعب، انت كنت هز السلاح في التسعينات مع المخفي، تهضر انت على ناس راهم كانوا قتلوا واسموها، قتلوا وش اسمه كريم بالقاسم، وقتلوا عبان رمضان. انت راك كنت هز السلاح تقتل في التسعينات. من قتل؟ يا شكون انتم قتلهم؟ راكم شكون بومدين. قتلهم؟ اسمع، شحال قتل بومدين؟ شحال قتل؟ قتل 6 10 20 100 بومدين، شوف 200، ليا، شحال بومدين قتل؟ أكبر جريمة، أكبر جريمة للعصابة الحاكمة في الجزائر، 400 قتيل شهداء نظار في لازون كابيري في الصيف تاع 63. معليش هذه واحدة. عندي 400. شوف اسمع، ليا، نعطي لك معادلة عسكرية حلها لي، ومشي لعند أي واحد خبير عسكري في العالم، قول له يحلها لك. أعطي لي كيف فرنسا والامريكيين والانجليز الحلفاء اللي هزموا هتلر والنازيه في 45 بعد سنوات فقط في 56 في 54 ومدين في قاعده قنيطره في المغرب ويسربوا له سلاح يمدوه للامريكيين باش يحارب به الثوره الجزائريه. اسمع، علاش؟ علاش وثائق راه بومدين كان اسمع، يسرب في السلاح ودي بركة من لتروب كذبة تاعك، بتاعه والمجموعات اللي لداخل بركة من وجهزها الكذبة تجهيز تاعك، كامل، بركة من وما كانتش الكذب. تقاتل، كانت في حالة نفاق، واستحي في حالة وحشم. نقاهة لحتى دخل ما وانقلب شاء على الله الحكومة. تبارك الله تبارك كيف؟ الله. علاش؟ هل كانوا الأمريكيين منين كان يجيب مسعود زقار السلاح من عند ليز أمريكا من لاباز قنيطرة ولا ماشي من بركة عندهم؟ من الكذب تاعك، يا يدعم بركة من به كذبك، الجماعات اللي كانت موالية لبومدين ولا ماشي من ذم؟ بركة من كذبك، وبركة من علاش خبر عيطك. الامريكيين الحليفه نتاعهم فرنسا؟ تتوقع انت ولا اي واحد مكلخ غبي احمق بلي الامريكيين يخدموا ضد المصالح تاع الفرنسيين؟ يعني انت كنت تحكم تحت كراع نزار، انت تهضر، انت تحل فمك، انت تهضر على سيدك نزار بومدين. مجرد بولدوك بيتبول من ناس الحركه اللي جابهم بومدين اللي تهضروا ايه عليه. كنت تخدم تحت يديه؟ بومدين ما جابوش هو، ما كانش بومدين نزار، كان شوف ارجاز ليا، عليك. اسمعني اسمع، اسمعني مليح، اسمعني مليح، بومدين اسمعني ارجاز عليك مليح مليح. وارجاز على الجماعه انتوعكم اللي راك بواش بواش جيش. ارجاز بومدين، بواش ارجاز بومدين عليك عطاو لكم هذيك السنوات، شتو عطاو لكم هذيك السنوات وعملوا لكم هذيك البهرجه الاعلاميه وهذيك التخليد الروح بومدين، عطاوها لكم الثوره الزراعيه وتغنوا بالديمقراطيه وكان يبعبع من مور الميكروات حتى يتاسس حتى شوف العصابه تدير عروقها هنا. شوف يا فقط سيدي، بومدين بعبع. بعد ما مشى هو انتهى الامر. نعم بومدين كان أسد. نعم كان أسمع، كان نعم أسد قول لي علاش أسوأ كانوا البدري، الكوارث. فهمت؟ كانوا لما يشوفوه يحطوا الروس تاعهم. انت دوك استرجلت انت، لماذا؟ يا علاش كنت عبد من بومدين العباد نتاع والناس؟ ماشي نصار، غير بومدين، فهمت؟ ماشي غير بومدين، بوصوف، مسعود زقار، هذيك المجموعة كاملة الانقلابية اللي جات، جماعة المالق كما نسموها، اللي تروب كما كان يقول الدال حسين، انتم لي كنتم مع تروب تاع الانقلاب، المالك. انتم كنتم مع الانقلاب في 92، انتم كنتم مع الانقلاب في نعم 92. نعم كنا مع انقلاب، لانه ايه الانقلاب خلاص، ضرب نص وش من قسم شرعية تهضر العصابه عليه؟ على اثنين،
قالها جناح ثم فقط. الشرعية نعم الشعبية اللي الناس انتخب عليهم الشعب، راكم ضدهم، تهضر لي انت على حكومة على عينوها 4 من لماذا لم الناس. علاش ما بقاش يقاتل فينا الشعب لليوم؟ منو علاش ما بقاش يقاتل فينا الشعب؟ علاش ما شعب؟ بقاش يكرهنا الشعب؟ علاش منو اليوم الشعبي الجزائري المدني الجزائري لن يثق منو في انت؟ شخص منو انت؟ بقدر ما منو انت؟ يثق في العسكري؟ روح تكلم هذا ما الكلام، عنده اسمع، ثقة في أي شخص، روح تكلم الكلام ما هذا اللي عندوش. راك تتكلم فيه، اسمع الكلام هذا اللي راك تتكلم فيه معايا، روح نعم تكلمه في قناة ها فضائية، الكلام هذا اللي راك تتكلم فيه معايا، روح تكلمه في قناة فضائية رسمية. إلى أصبحت غدوة، إلى أصبحت غدوة قدام الشعب، ما نزيدش نصوم على الهضرة. غدوة غدوة تخرج هل الصباح تشوف، الذهب تلقى روحك، شوف لي، تلقى شوف روحك، اسمعني ما مليح، كانش. اسمعني مليح، شوف نفس الناس نفس الاشخاص ونفس الطرق تاع الاجرام اللي تبغوا تفرضوا بها القمع، انتوما كاشخاص ولا كتحالفات ولا كموالات، يعني حتى نفس الاشخاص اللي تفرض عليهم هذاك العنف وهذيك الهمجيه، نفسهم هما عندهم حاضنه وعندهم انتماءات قبليه وعشائريه وعندهم عائلات وعندهم قبائل ينتميوا ليها وقادرين يفرضوا عليك نفس الهمجيه. اذا ما غنسلكوش، اذا كنت ذكي تعرف واش تخمم، تعرف منين تاكل الكتف، منين تاكل الطابق. معتز مطر انا شخصيا عملت عليه، معتز مطر، شفت معتز مطر اللي كل شيء الناس كانت تغنى به والدنيا طاح في بياج ودرك ما يقدرش يسلك منها، عندما اعترف بانه الشمال الافريقيين امازيغ وابناء طارق بن زياد تريفة زيان، واليوم يا ما ودي يقدرش يخرج منها وما يقدرش ينادي بالعروبة اللي كان ينادي بها، يا ودي نقول ما لك، راكم يقدرش. عايشين في واحد الوهم، ما زلنا عايشين عايشين في في الجزائر، وهم، لماذا نعيش في وهم؟ او علاش نعيش عايش في في وهم؟ وهم، عايش في وهم. انت شوف نقول لك، انت راه الناس تحوش تخرج من المأساة، تخرج من الأزمة، تحوش الناس وش من تلقى مأساة اللي حلول. نخرجوا منها؟ مثلا هربنا من البلاد، يا هربنا ولد من تارك البلاد بروحك، عندما تارك اختلفنا، بروحك من اسمح لي، الصباح، عندما الناس اختلفت مش انت ما طوبين تقدرش تسمع ومتقاعدين، وقيلة، هل هربت من البلاد؟ ما تقدرش تسمع وقيلة، انت تتكلم برك راه انت. يلحقني الصوت روتار، نسمع يعني روتار على خاطر شوية، عايش كمل. روتار، ايه ايه روتار، ايه، لانه الانترنت تاع العصابة اللي جهزت لنا البلد والمؤسسة تاعه فاشلة، ولانه هذه العصابة هي نتاج بومدين نتاعك وبومدين نتاج بن بلة وانتهى الامر. اذا كنتوا باغيين تصلحوا اسمع، تصليح ما تضحكوش على الناس، ما تضحكوش على الناس. بومدين ما حضرش الانترنت. ولكن هو من انتج هذا النظام والعصابه الفاسده، لا هو لا، اللي راك انتج هذا غلط، الاجرام، بومدين هذا انتهى. النظام اسمع الاجرامي بومدين، هو اللي نسجه فاشل. اسمع اعطيني هذا يوم النظام اللي تغير فيه نسجه. النظام الجزائري، شوف لي من 62، اعطي لي مرحله تاريخيه تغير فيها هذا السيستم اللي راه، الريجيم يا هذا اللي راه، اعطي لي مرحله تاريخيه تغير فيها لو كان اسبوع. الاخ محمد، نتحداك. اسمع اسمعني اسمعني يا ودي، برك من التحدي نتاعك، برك شوف نقول لك، تكلم كلام عاقل، تكلم جاوبني، كلام منطقي. اسمع، ايه نجاوبك، لانه اسمع شوف سنوات انتم تسبوا فينا، سنوات اسمع انتم مانيش تلطخوا نسب في فيك، السمعه نتاع الناس، نص الشعب يا راجل هما العين ساكتين. بليس، العين بليس. شوف نعم نفهمك، احنا دوك رانا ننعلوه، يخزيه وننعلوه. نقر باللي راها كاينه اخطاء راها وقعت في الجزائر، وراني قلت انا كتابة وبالصوت بالصورة باللي راها الجزائر هذه لما اسست هذه الجمهورية لم تؤسس على اساس صحيح، وحنا درك هذيك الصراعات وهذيك الصدامات هي اللي الان حنا رانا نجنيو في الثمار تاعها، حنا نحوسوا على جلبش هذيك الصدامات وهذيك الصراعات. اذا كان حنا درك مثلا حنا رانا عشناها ودفعنا الفاتورة نتاعها، ما لازمش نزيدوا حنا نورثوها لاولادنا، نحوسوا على جال باش نلقاو مخرج. بصح باش تجي انت دركا، تجي انت تسبني والله، تجي انت تشوهني والله، تجي انت تهاجمني، ما تنتظرش مني باللي راني ما رايح سبيتكش نوصل، وما خاصة شوهتكش، لا ما لا يا اخي شوهتكش، راك ما تخلط، شوهتكش. عاود من شوف بعد عاود اعطيني ارجع بيت، الكلام تاعك، اعطيني لي بيت عاود واحد. راجع الكلام تاعك نعم من بعد، راهو التسجيل راهو موجود من بعد، عاود راجع الكلام تاعك خليه وش انت تقول. خليه لايف، خليه خليه لا خليه، لا على لا بالي انت ما تعرفنيش، ولكن شوف لي مليح، شوف لي مليح، لازم نتفاهموا على بزاف من الاشياء. احنا كنا باقيين هنا وقاتلنا هنا وبغاو يغرقونا هنا، ما يشق ولكن خوزان نجونا من النكاح، هذا ما يشق المستنقع خوزان هنا.
اسمع اسمع، انا لو كان جيت إذا نفكر أنت بالنسبه، عندك، أنت اسمع على الأقل عندك 18 سنة غايب على الجزائر، هل تظن بلي ديك الشعارات اللي كانت 96 97 عليها نحيا وعليها نموت، وبعدين عندما أزموا الأمور رجعوها ركام وخراب الفرار، ما زالت هذيك الشعارات اليوم ما كانش؟ يا الأخ الكريم، اليوم اسمع اسمع الجزائري اهدر له على اسمع المؤسسات، اهدر له على التطوير، اهدر له على الحضارة، على التقدم، على المساواة، ما كاش معليش يا المحسوبية، سيدي ما كاش الرشوة، اسمعني، اهدر له على الاحترام تاع الذات هو كشخص معاك معاك يكون معاك معاك، اسمعني اسمع، بآمن تعلمت مستقر تسمع، في نفسه. تعلمت تسمع راني ولا نقول لك نخرج؟ الصوت يلحقني، صوت يلحق بعيد، نطول باش اسمعني نسمعك. معليش يا سيدي، كي خلي كي يلحقك الميساج، اسمعني اقعد اسمعني حتى نكمل ومن بعد يا سيدي واصل الهضره نتاعك. حنا رانا تمام نتفقوا باللي راها درك راها وقعت اخطاء، نتفقوا باللي ها حنا درك حنا لازم نحوسوا على التغيير. انت هذه انت انك راك هزيت سلاح وانك راك حاربت، هذه راها مش رجله. انا لو كان جيت راني نفكر فيك كي نفكر كيما راك تفكر انت، لو كان انا راني هزيت سلاح وحاربتك، انا ما رانيش ما هزيتش السلاح. انا النهار اللي خيرت بين ان هو انه احمل السلاح او نخرج، خيرت انا نخرج وما نقتلش انا خويا الجزائري. شفت الفرق بيني وبينك؟ انت هزيت سلاح وقتلت. احنا اذا عندما رفدنا السلاح، رفدنا السلاح دفاعا عن حرماتنا، دفاعا عن انا ما شرفنا. هزيتش انكر انت، السلاح، انكر هنا في هذا اللايف بانه كاين، انكر باللي ما كانوش ناس يدوا السبايا من الطريق، انكر بانه في الجبهه الاسلاميه هذيك الجبهه الاجراميه ما كانوش ناس ينظروا في الصف الثاني ولا الثالث باش قال لك نعاودوا نديروا فتح اسلامي للاوراس الكبير، ما ولكن من مش مناطق كامل، الناطقة بالشلحية، مش لفلا، حتى الشعامبي، ما حدود همش تاع كامل تونس، انكرها. همش كامل ما همش كامل. انكر اسمح لي، انكر الاجتماع نتاع الجية اللي هدروا فيه محمد سعيد وصاحبه اللي كان معاه، اللي هما كانوا ناس في القمة، في قمة الهرم تاع الجبهة الإسلامية، عندما كانوا يهدروا مع شريف ولا واسمه هذاك المجرم، هو هذاك المجرم تاع القصر، انكر باللي ما قالوا لهمش كنا مخليينكم انتم تستعملوا هذيك الامور، انتم اللي تستعملوها انتم اللي تستعملوها وحدكم، وتديروا هذيك الجماعات وحدكم وتنسقوها وحدكم، ولكن احنا نبقاو نضعف ما نقدروش نهضروا بها في ذاك الوقت. انكرها في الاجتماع تاع الصلح هذاك تاع الجماعه الاجراميه، الجماعه الاسلاميه. علاش انتهات؟ هل ربي ينصر الباطل؟ ربي ينصر الحق، وكفى. أحمد، أو الشيطان راه لماذا عنده انتهوا أنصار، وإحنا بقينا الشيطان والشعب بقى؟ يا وهذه مش نعم فهمت. نعم، شوف علاش هذه مش علاش علاش أنت علامة كجزائري؟ نتاع اسمح الصلاح، لي، مش شوف علامة نتاع الصلاح. أنا هاو نعرفهم. بوتفليقة، اسمع، هاو ها بوتفليقة راهو درك عنده 20 سنة هو في الحكم، هاو درك راه من الناس راها تدوس في الصورة نتاعو بالأقدام. هذا مش علامة نتاع صلاح، شوف والله هذه بوتفليقة، علامات اللي تعرف راك تديها أنت. بوتفليقة، شوف النظام ولا الناس ولا الإسلاميين اللي كانوا يظنوا بأنه في 92 الناس الأصوليين كما يسموهم درك، وكاين بزاف يتردد واحد العبارات في هذه الشهور الأخرين تاع المازيس، يعني بحال النازيست متعصبين تجاه تجاه الأرض والوطن والشعب. هذوك الناس اللي ظنيتوهم باللي انهزموا في 92 داروا الانقلاب، يعني كانت هزيمة، ما كانتش هزيمة، ضربوا سيف ذو حدين، ضربوا به كل شيء. بوتفليقة أكبر 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 ماتش تاع دامة، تعرف ماتش تاع دامة أكبر لعبة ولا أكبر بارتي نتاع شطرنج، نوموا به كل شيء وحصدوا به جميع الأشياء، ما بقى حتى نفوذ اللي من الخارج، اوكي، شوف لا عن اسمع، طريق الإسلام ولا عن طريق العروبة ولا اسمع عن طريق بس، الفرنكوفونيين ولا هم يحزنوا. معليش معليش، اسكو انت مع المصالحة ولا لا؟ لا أنا مع المصالحة، ولكن ولكن أعطيني وقت. واش من المصالحة؟ قلت لك معليش المصالحة خصنا نعرف رواحنا، ما معليش يا واش من سيدي، انت المصالحة اللي احنا معاها؟ معليش يا سيدي، انا اعتبرني جاهل، انت واش هي المصالحة اللي تحوس عليها؟ لا ماكش جاهل، ماكش جاهل، ماكش جاهل. نعم، وش هي المصالحة اللي تحوس عليها انت؟ يا تلي المصالحة اللي مقتنع بها وش هي؟ مصالحة، المصالحة واش من المصالحة اللي نقتنع بها؟ هذاك الأمل وهذيك الورود اللي خطفوها، ولا هذاك المولود
اللي جهضوه 62 عاودوا يمدوه لمواليه للشعب رزقه. وشوف عندما تهضروا ذيك العباره نتاع العسكري ولا تشيطنوا مؤسسه الجيش خصكم تعرفوا، واحيانا لازم الانسان يخجل باش يهضر هذيك العبارات، لانه المؤسسه الوحيده اللي ما انهارتش وما تزعزعتش من نهار اللي تواجدت وقامت. المؤسسه الوحيده اللي دعمت الشعب اسمعني نهضر معاك في السد الاخضر، قولوا باللي هي اللي بناته، قولوا هي اللي بنات الطرق والمنشآت بعد الاستقلال، قولوا باللي هي اللي دخلت حروب، قولوا باللي هي اللي مشات نقذت شعبها في الزلزال تاع الاصنام، قولوا باللي هي اللي لقاها الشعب في باب الواد ما لقاش مؤسس الاشغال العموميه لا وزارات ولا حكومات ماشي كنت في الزلزال. بومدين ما كواش، بومدين كان انسان خرافي يهدر تنين النار من وراء الميكرو وانتهى الامر. وينهم اللي كونوا في الجيش؟ ما اعطينا الاسماء نتاعهم. كاينين ناس ما تعرفهمش، هذوك ناس شت ناس ناس اللي خدمت للجيش وعطات عمرها وعطات دمها وعطات مسكينه ضحات بالسمعه تاعها بالشرف تاعها بكل شيء، وبنات المؤسسه العسكريه القويه اللي اليوم حتى اليوم على راسها في الهرم خايفين. وشوف باش نزيد نقول لك، اليوم هذه الاعتقالات تاع اليوم تعرف واشنها؟ اذا كنت ذكي تعرف واش تفسرها تاع اليوم بالضبط ضد حركه مواطنه باش يراعبوا التلاميذ اللي خارجين يوم الثلاثاء، يعني النخبة المثقفة اللي هي الصف الثاني. ثلاثة، باش يراعبوا ولا باش يخلوا الإسلاميين يغلطوا غلطة نهار الجمعة. سؤالي واضح، انت مع المصالحة. سؤالي واضح، انت راك مع المصالحة مع المصالحة لا. ولكن مصالحة ولكن وش هي؟ أنا مع مصالحة، ما أنا مع المصالحة. أنا كمسلم كي تهضر على الاسلام انا نبرر لك علاش انا مسلم كيف انا اؤمن بالاسلام. انا مع المصالحه اللي عندما قراوا لي مولي الدين، اما انا اما حافظه 60 حزب هي اللي قراتني في اللوحه بالقلم والدوايه، كتبت القران في اللوحه، لا تزر وازره وزر اخرى. ما يمكنش انا نصلح الانقلاب تاع 92 ونخلوا الانقلاب تاع 62، ولا المصالحه اللي راهم باغيينها الظرف في هذا الظرف بالضبط. شوف ليا لا تبون أسمع. شوف لا القايد صالح ولا تبون ولا العمامره ولا حتى طيب العيز ولا طيب لوح ولا أسمع. يقبل الشعب والو ولا واحد فيهم ابدا. الاخ محمد شوف نقول لك اسمع. نعم انا يا ما عندي حتى علاقه بالنظام، الا راه عندك فكره باللي انا راني تابع للنظام ولا راني تابع للفيس، هذه الفكره نتاعك راها مبنيه على الخطا، مبنيه على الغلط. انا وهل مع مصالح الاسلام تاعك يفرض عليك تنفر من شعبك الباقي؟ اصبرني، انا راني مع مصالحه شامله، فهمت؟ مصالحه شامله. ايوا الشامله اللي عطيتك القاعده منين نبنوها، القاعده الخصبه منين نبنوها؟ راني قلت لك رحت ل 62 رحت ل 62 انا راني قلت لك من قبل، انا رحت لك لبعيد. ايوا نعاودوا نقولوا السنه 61 الهجره، النهار اللي دخل الداعشي تاع عقبه بن نافع بالسيف ويقتل وقت الوراثيين اللي هما جدودك انت من الشرق وهم مسلمين، قال لهم تمدوا الجزيه والسبايا والغلمان ولا نقطكم راسكم. مسلم وعقبه بن نافع داعشي ما شاء الله. نعم اكيد هذا الشيء معروف. راه شوف ليا اسمع، راني انا قاري التاريخ، ما تقولوش باللي عندما تشوفوا شخص في المؤسسه العسكريه قال العسكري لبسوا بدله ولبسوا وش من قراد كان عندك حذاء ومد وش من قراد كان عندك لبسوا بدله، ما يهمش القراد، المهم تنتمي الى مؤسسه تفتخر بها حتى ولو كنت جندي، حتى ولو كنت جندي احتياطي. ما نعطيه لكش، علاش نعطيه لك؟ انتهى لك فتره زمنيه وفاتت، علاش نهضروا عليها؟ عطينا القراض نتاعك يا سيدي، خيرك تقول انت راك تحوس على الصراحه وتحوس على الشفافيه، عطينا القراض نتاعك وش كنت باش نعرف. وعلاش انا عندما نقول لك اسمح لي، عندما نقول لك مناصب ماشي كوش دروات، على جنب اقرا التاريخ، شوف ليا اقرا التاريخ، اقرا شو اسمح لي اقرا التاريخ من اربع زوايا، تلقى واسمه تلقى موسى بن نصير اللي انا مريت عندي واحد سمانه في رغايه لقيته مسمي عليه مسجد، مسمينه مسجد موسى بن نصير، ولكن المكلخين الجاهلين اللي سرطنوا لهم الفكر تاعهم هنا باسم العروبه والانتماء، يعني بالحضانه، الحضاره ما يعرفوا عليها والو وهي خرافه ما كانش،
فيها عندك الا الاسلام، كرمها ربي بالاسلام. صح ترك سيفري، تستعمل في سماوه التقية. موسى بن نصير. هل تعرف باللي موسى بن نصير الجبان دا 1,300,000 سبيه للامويين، وماشي باش يزوجوا بيهم، داوهم باعوهم باش يدخلوا الاموال للخزينه نتاعهم لانهم فلسوا، ما شاء الله عليك. وباعوهم في ساحه الامويين بعد ما كانوا الامازيغيات مغطيين منا من روسهم هذه المصالحة نتاعكم، لكرعيهم. هذه المصالحة باش اللي علي تحوس عليها. شوف، إذا ما كانش مصالحة مع الهوية ومصالحة مع التاريخ ما غتكونش مصالحة. المصالحة اللي جا بها بوتفليقة فاشلة وش راك فاشلة، تهضر؟ وش مش هي هذيك المصالحة؟ المصالحة. أعطينا المصالحة اللي تحوس عليها. أنت المصالحة اللي أنت تقول، أعطيك الصحة. المصالحة، أنا كإنسان نؤمن بالمصالحة، يعني تتصالح أنت مع الوالدين نتاوعك اللي هما التاريخ والهوية، وإلا ستبقى إنسان أو ولد عاق لحتى تموت مدى الحياة، وتبقى أحفادك وأبنائك عاقين للأم والأب بتاعهم. اللي الإثبات الشرعي بتاع الشعوب في العالم، واسمع، أنت إثباتك الشرعي، وثيقة الشخصية نتاعك، بطاقة الهوية الشخصية، يسموك فلان ابن فلان ابن فلانة، ولكن الشعب يسموه، هذاك الشعب يسموه ابن التاريخ الفلاني وابن الحضارة الفلانية، أو ترى لا قلت ابن باللي الهوية مسلم، الفلانية. ترى قلت باللي مسلم. نعم، ذا مسرم، ذا مسرم. افتخر بإسلامي ها شو وبنبيه عليه الصلاة والسلام، ها الأشياء اللي ولكن راك لا قلتها افتخر لي. بالعصابة التي تقاتلت من بعد ما مات هو من أجل الملك والسلطة والجاه. أنت الكلام هذا اللي راك تتكلم فيه مش تاع واحد مسلم. لا لا لا، تاع مسلم، تاع، هذه حقائق، هذه حقائق. ما راكش تقول في كلام، وليد انت ابو راك انت سفيان تجيب لي معاوية، في قول لي، اودي انت اسمح لي، تهز لي قول لي بكتفك. الخلفاء، قول لي كاين معك، الخلفاء والسلاطين تاع الدولة، الخلفاء والسلاطين تاع الدولة الأموية اخترقتهم اما الماسونية في وقت. راك بعيد الكلام هذا، انت الموضوع خلاص خلاص فهمت. انا اعطيت لك فرصة، احنا الحديث نتاعنا حول واسم الموضوع، ترى قاعد رايح لي دور غوش دروات غوش دروات غوش دروات. السؤال تاعي واضح، حول المصالحة ورايح لي مصالحة، وموسى بن نصير داعشي مصالحة، وعقبة بن نافع داعشي، وراه مسلم وراه. مرحبا بك الأخ مراد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. من راك تكلم فينا الأخ مراد؟ كيف حالك الأخ نور الدين؟ والله لاباس الحمد لله، راك لاباس؟ نحاول نهدئ شوية الأوضاع. معليش تفضل. ونبدأ من حيث انتهيتم. معليش يا سيدي يا اخويا تفضل. يا أخويا الأخ محمد هذا اللي كان يهضر لي راه يقول من الأخضرية. نحيوه على كل حال بالمناسبة. ولكن يعني بصفتي يعني وموقعي كنت مشاهد ومستمع، يظهر لي بلي كان في موقع هجومي، موقع انفعالي، حيث يعني العقل والرزانة خانوه. ولا أعتقد أنه الإنسان لما يحكم العاطفة نتاعه في مداخلة ما ويغيب فيها العقل أو يضعف مركزه في كلامه يقدر يقدم شيء إيجابي، بل العكس من ذلك تماما، تكون مداخلة تاعو سلبية وتضيف إلى الأزمة عقد وأزمات أخرى. وهذا هو الشيء اللي استشفيته يعني أنا من الانفعال تاعك الأخ نور الدين. هو يعني انفعال له ما يفسره ولكن ليس له ما يبرره، باعتبار أنك راك مشرف على حوار. اسمح لي نقدم لك يعني الملاحظة هذه. معليش ما عنديش مشكلة. كان ينبغي أنه يعني تكون أكثر توازنا ولا تقع في مطبه، حيث إن فعلت أين لا انفعله هما كاين وهاجمت الناس، حيث هاجمه، لا شوف كاين بل مرات تترك مرات يعني كان تترك للمشاهدين يعني هم اللي يحكموا، نحن كرأي عام ليش هكذا. وكمشاركين نحكم ماناش في أفضل. واسمه، ماناش في محكمة، لا ذكرنا في نقاش. وهذا الناس هذو ذكرهم هم مدعمين بأفكار ومدعمين بخلفيات، وناس ارتووا بالحقد وبالضغينة، والآن درك هي الفرصة نتاعهم من أجل على جال باش يخوفوا الناس. دوك أنا لما راني نتحدث أنا دوك على قضية المأساة تخرج هو، فهمت؟ هذو ذكرهم داخلين في هذا نفس الاتجاه هذا.
وهو هاك تشوفيه، ما لا يعرفني ولا سبق لي انه انا التقيت به ولا تحدثت معاه والله، لكن مشبعين بهذيك الافكار، يجيهم يسموا ليزيتيكات، قال هذا كاو فلان، هذا كاو كذا، هذا كاو كذا، يجي هو محمل بهذيك الخلفيات. هاك شفت انا طرحت له سؤال حول المصالحه، يا سيدي انا اعتبرني جاهل، انا راني دائما نقول باللي راني نتحدث في غياب الناس، اعتبرني انسان جاهل، اعتبرني واش حبيت. اروح انت نهار اللي تكون في المكان تاعي، شوفوك انت قداش تقدر تصبر، فهمت؟ شوفوك شحال تقدر فهمت. تصبر. دوك انت لما تكون راك قاعد وتتفرج عادي نورمال، وانا كنكون قاعد ونتفرج يا حسرة نولي فيلسوف كبير، لكن نهار اللي تكون انت تجيري في حوار، جيري في حوار وتشوف انت راك تتقي كل يوم، واحد يسب لك امك، واحد يقول لك باللي راك كذا، واحد كذا، واحد كذا، واحد كذا، نسأل واحد الله العافية. يتهمك في كذا في كذا، من بعد انت راك بشر. تدرك هذا الناس، هذا دوك اللي يجيك انت يشوف يسب في العرب، راه يسب في العرب، يسب في واسمه في قيادات، انت واسمه هذا الاخر عقبه بن نافع يقول لك داعشي، داعش راه خلقت عندها 4 ايام، يقول لك داعشي، وين يتحمل التاريخ يعني؟ ها يقول لك داعشي، موسى بن نصير وقع في داعشي، مسمى التحامل على التاريخ. قيادات قيادات. ومن بعد يهضر لك على بومدين، يهضر لك على واسمه على جمال عبد الناصر، مع انت باللي ضد العروبه، ضد العرب، فهمت؟ ضد العرب يعني صواب هكذا خارج ليها. ومن بعد انت يجي هو يتغطى لك بالخلفيه هذيك تاع الجيش، تاع الجيش، ويستعملوا فيه امور واحده اخرى، وهما تسمى والفوا بالكلام هذاك تاع اسكت ولا نقتلك، اسكت ولا نتيري عليك، اسكت ولا اسمه، وجاو مازالوا ماشيين بالمنطق هذاك. جاي انت راك في انترنت، راك تتحدث مع ناس اللي ما راهمش تحت السلطه نتاعك، فهمت؟ وبالتالي دوك انت مرات ماشي انا اللي ننفعل، هما اللي ينفعلوك، هما اللي يدفعوك على جال باش انت تنفعل. ومرات انت يا سيدي راه مش عارف شكون اللي قال لك، وقيل اسمه واحد من الدعاة، قال لك من استغضب في دينه ولم يغضب فهو حمار، هذا قول الإمام أحمد، فهمت؟ هذا الناس قول الإمام صاحبي أحمد. بلاد كامل داوها للواد، يجي داخلين في تناقضات لها اول وليس لها اخر، من جهه راهم ينتقدوا في بومدين باللي راهو دار انقلاب على حكومه، قال لك حكومه عندها واسمه شرعيه شعبيه، شنو شرعيه شعبيه؟ تخبوا عليها الناس، شنو شرعيه شعبيه؟ ما عندها حتى راك شرعيه تسمعني شعبيه. الأخ نور الدين؟ نعم تفضل. تتم الكلام تاعك. هو على كل حال المداخلات اللي يكون المنطلق تاعها والأساس تاعها والسند تاعها عرقي مش راح تكون مثمرة، وما كانش حل حكيم معها إلا أنه الإنسان يحاول ينقذها من هذا المطب. لما تكون المحاورة تاعك عرقي، احد امرين لازم المدير للحوار هذا يقوم به، اما انه ياخذ بيد الانسان هذا يخرجه من عرقيته ولكن الى ما ما هو تعرفوش، اوسع من العرق، او يظهر الاستاذ نور الدين، او يظهر من خلال كلامه. انا كنت لا نسمع فيه لا غير لا بدا ما يحكي فهمتنيش، عرفته. ما فهمتنيش، انت ما تعرفوش. سما مش كيما نقولوا دوك، لو كان تكون مثلا انسان راك مخالطه ولا راه عندك عليه معلومات، ولا دوك تسمى عندك خلفيه عليه، كي يجي هو دوك مثلا تناقشه تحاول هو انك انت تلقى طريقه، لكن انت ما تعرفوش، راهو جا محمل وجا كذا، قادر انا نطفي عليه ونروح، لكن حبيت نبين له باللي لا. مشحون. نعم، فعلا يظهر لي الاخ نور الدين انه النوعيه هذه كما حكيت لك دروك، اصحاب المنطلقات العرقيه في واقعنا الجزائري راهم يمثلوا اصل من اصول الازمه الجزائريه. الشيء اللي يهلك الازمه الجزائريه عند الشيء اللي يهلك القضيه الجزائريه عنده عده اوجه سلبيه، منها عنده البعد العرقي والبعد الجهوي، وهذا الزوج حوايج هذو زادوا خرجوا لنا البعد المحسوباتي، معناتها المحسوبية.
وهذا الشيء خلق لنا واحد البدعة في النظام السياسي الجزائري تاعنا، التي فعلا أراها بدعة لا يوجد مثيلها إلا فيما هو شقيق للنظام السياسي من حيث الاستبداد. هذه البدعة هي بدعة التزوير. دوكا لما الإنسان ينطلق منطلق مثلا عرقي في حواره، راح يقع في البدعة اللي راهي استحدثها النظام السياسي هو التزوير، لأنه صاحب المنطلق العرقي أو يأبى أنه يواجه الحقائق التاريخية كما هي، وراح يعمل بكل ما أوتي من قوة من أجل تزوير الحقائق التاريخية، باه يغذي هذيك النشوة وهذيك الشهوة العرقية. هاك لاحظتوا قبيلة في الحوار نتاعو، راهو صحابة وتابعين كبار وما سلكوش من المنجنيق، بصح لما يوصل في مسار التجريح نتاعو يوصل لأربابه العرقيين، والله لمعلميه الروحانيين العرقيين، يقفز عليهم وكأنهم آلهة لا يمسون. لما يتحدث على عبان رمضان فهو آلهة، لما يتحدث على الثاني هذاك الذي تم اغتياله فهو آلهة، لما يتحدث على عميروش فهو آلهة، لما يتحدث على اسمه آية أحمد فهو آلهة. لماذا هو آلهة؟ لأنه يتشارك معه في منطلق العرقية. وهذا كما كنت قلت لك من قبل، هذا راه مشكل كبير في الجزائر، كيف نتجاوزوه؟ إذا كان فعلا حبينا احنا نمشيه في بلادنا إلى المصالحة، هذه الإشكالية لازم نحاول نجاوبه عليها بعمق، كيفاش احنا كجزائريين نقدروا نخرجوا من الإشكالية تاع العرقية هذه، عرقية القبيلي أو القبلاجي، أنا نحب نسميها قبلاجي مش القبيلي، عرقية العرباجي أو الأعرابي، عرقية نوعا ما الشوآجي، جماعة الشاوية، عرقية التي أخي مؤخرا حبوا يطوروها عرقية بني ميزاط، عرقية التوارق، وإشكالية الجهوية، إشكالية الشرق، إشكالية الغرب، كيفاه نحلوا هذه الأمور؟ كنا نقدروا كجزائريين ندخلوا ونخرجوها من داخلنا، من بواطننا، يعني من قلوبنا ومن ذهنياتنا، نقدروا نمشيوا في المصالحة التي أنت راك تدعو لها، وكل شريف وكل حكيم في البلاد هذه راهو يدعو لها. بصح إذا كان ما قدرناش هذه نجاوبوا لازم على لها هذه وسمو مناخ الإشكالات تقدرش إجابة مباشرة، رايحين الأخ نور الدين نبقى ندورو برك في هو شوف حلقة مفرغة. احنا ذكرنا فقط في نقاش في حوار ماناش المصالحة هذه باش تديرها انت اولا تسمى لازم لها تنشأ في بيئة نتاعها ما تقدرش انت دوك تروح تغرس ثمرة في وحل المصالحة هي الثمرة ثمرة من الثمار اللي هي تعد بالمنفعة العامة للشعب ولكن لازمك انت تختار لها البيئة احنا الان درك فقط هذا راهو يعتبر نشاط وماهوش كيما نقولوا مضبوط لانك انت راك مع ناس ماهيش من نفس المستوى نتاع التفكير باش انت دير مصالحة حقيقية لازم اولا تبنى دولة نتاع مؤسسات ومن بعد تتقيد الامور قال مثلا غدوة مثلا قال مثلا في حوار مش انت يجيك انت واحد قهواجي والله زلابجي ويناقش لك انت امور تاع التاريخ فهمتني خليها لاهل الاختصاص تاعها غدوة يجيو الناس اللي راهم دركم اهل الاختصاص يتناقشوا يدبروا راسهم نفس الشيء فيما يتعلق مثلا باللغات غدوة قال مثلا يجيو اهل الاختصاص ناقشوا هما موضوع تاع اللغات هذا ويخرجوا بنتيجة اقتصاد نفس الشيء إعلام نفس الشيء السياسة نفس الشيء الدعوة نفس الشيء والتاريخ نفس الشيء وكل الأمور فلاحة كل الأمور يناقشوها الاختصاص فيما بعد حنا المصالحة اللي راني نهضر عليها أنا مصالحة راها تقدر تقول هي اللي طاب الأخرة تسمى أنت نهار اللي تغرس الثمرة هذيك تغرسها تسقيها تحرصها فيما بعد انت نلحقوا له الثمره هذيك هي نتاع المصالحه هي الاخرى نصيروا درك ما كانش هذيك الحساسيه رانا نتناقشوا معليش يا سيدي احكي لي انت على موسى بن نصير والله اسمه بصح ماشي بالفكر هذا نتاع درك نتاع داعشي فهمت بهذا المنطق وانت
انت انتم ما تعرفيش، انتم اللي خربتوا البلاد، وانتم كذا، بومدين هو اللي طربق البلاد، هو اللي جاب لنا كذا وكذا. هذا الفكر هذا وراه راح يخلق رد فعل. انا مرات علاش راني نقول له هكذا، نقول له باش نقيس فيه، نقيس فيه باش يحس بالكلام اللي راني باللي راه يقول، لانه هو راه يضرب فيا يضرب برك، فهمت؟ راه يضرب بومدين ديك 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 ديك، انا نعاود نرجع له باش يفيق، باش يحس، باسكو علاه الكلام هذاك ما كانش يسمع فيه. كانوا هما لما يحكموا واحد يديروا له يديه من وراه ويحطوه في كازارنا ويحطوا له البيه ثم يقعدوا هما يلقنوا فيه، دير ديك وديك منا، يبصقوا له على وجهه، يعريوه، يحفوا له شعره وكذا كذا. دوك انا كي راني ندير له هذاك باسكو ما راه والو، ها هو قادر غير نعفس عليه هكذا برك، راني نقول له نحس فيه، حس فيه، نقول له باللي شوف دوك ندير لك الناموسة ندعسك هكذا بالذمه، نحسس فيه باللي راك ما تسوي والو، على جال باش يشعر هو باللي خلاص العهد هذاك راح. شفيني رانا في عصر واحد اخر. هذه المساله، هذه هي المساله، تسمى نحسس فيه. اما قاضي كنت كل كان يجيك انسان راهو قال مثلا انسان متكون وانسان متخلق وانسان متربي وانسان ولد فاميلا، ويجي هو يتكلم، انا ما نتكلمش والله غير ندير هكذا، ندير يدي ونقعد نسمع ونقعد نستفاد، بالعكس والله غير العين وعلى الراس. مي هذو هما اللي كانوا يحرقوا بهم في البلاد. هذا راهو كان يخدم قداش عند نزار، يهضر على بومدين، يهضر يقول لك شوف داخلين في تناقضات، كيما ذاك اللي تقول له انت يرحم باباك، حبيت نفهم برك، تراك عشت في الجزائر، عشت قال مثلا الثوره، عشت مثلا الاستقلال، واسمو اعطيني المرحله اللي عشتها مليح، قول لك مرحله السبعينات، تقول له انت وشكون هو الرئيس اللي مش مليح، يقول لك بومدين عاش المرحله نتاع السبعينات، فهمت؟ عاش المرحله نتاع السبعينات تاع بومدين، بومدين مش مليح، تاك تشوف فيه يهضر لك على واسمو على الجيش، الجيش دار التشجير والجيش دار كذا، وشكون هو؟ بومدين. بومدين ايه، ولكن هو لا بومدين دار ناس لا، ويعرف التاريخ ما شاء الله، يعرف الريح في الشبك، فهمت؟ مسلم ويسب في عقبة بن نافع، مسلم والعرب والمسلمين، وداروا داعش وداروا السبايا وداروا ذيك وداروا ذيك، وراهو يحكي في التاريخ صحيح. انا هذا التاريخ هذا انا ما ندخلش للاسلام، والله ما ندخلو هذا الاسلام، هذا اللي يدير هكذا ويذبح ويقتل واسمه ندخل فيه، والله ما ندخل. انا بالضبط انا كنت ننتظر منك انك تجرو لان يورينا الاسلام. خليته يتكلم على جال باش يفرغ الشحنه هذيك نتاعو، فهمت؟ ولكن الناس راه عندها عقول. اسمع من باب خلاف، حبيت نسمع منه يعطينا كشخصيات اللي تاثر بها تاثير ايجابي في التاريخ الاسلامي. لا شوف نقول لك، هو راهو كل كامل التابعين اللي ذكرهم والصحابه ما يسواوش. شوف ما دام راهو دار على بوتفليقه، هذا واحد من الاستئصاليين، هذا واحد من الدمويين، ما دام راهو بوتفليقه مش معترف به، او قال لك انا مجمعة المخفي، ايه خلاص انت تعلم باللي القوات العسكريه في الجزائر في 94 95 93 كانت كاينه ثلاثه، كاين الجيش الوطني الشعبي، وكاين الشرطه، كاين الدرك، اربعه، كاين الدرك وكاين المخفي. يا جماعه هذو شوف نقول لكم، هذوك راهم ظهروا، هذا هو الاسم نتاعهم درك، الان راهم ما يدخلوا في مثل هذه الحوارات، ويحاولوا على جال باش هما يوتروا الناس، باش قالها مش راهم رايحين يديروا لكم، هم مش رايحين يديروا لكم، احنا رايحين نديروا والو، احنا خاطينا، احنا رانا نرجعوا للموضوع الاخ نور الدين، الموضوع اللي طرحته تاع النقاش بالضبط، اللي هو مسيره 22 والمسيره اللي بعدها. يعني والرؤيه تاع الناس، سواء اللي راهم يسمعوا فينا ولا الناس اللي يتناولوها في صفحاتهم في الفيسبوك ولا الاعلاميين او غيرهم. ما بيتنا نلقي بواحد الظلال على هذا المسيرة هذه. أنا شخصيا يعني استغربت ودهشت من الانجرار الشعبي لهذا المسيرة، وزاد الدهشة تاعي زادت أكثر وأكثر لما وليت نشوف باللي الكثير من الناس اللي يشاركوا فيها والرأي العام ولا يشوف فيها على أساس أنها انتشار، على أساس أنها عملية جاءت بمجهودات تاع جماهير
وين كللت بالنجاح، وراه دوكا تغري فيهم لمزيد تقدم. انا والله غير الشيء هذا غير خوفني بالبزاف. لا، لانه زدت استنتجت وتاكد لي باللي الجماهير الجزائريه ابعد ما تكون عن الوعي السياسي، واقرب ما تكون الى الغباء والى الاستدراج. بدليل انا نمد زوج واقعتين برك، او واقعه مقابله للواقعه تاع الجمعه هذا اللي فات، ونخلي المشاهد الكريم يستنتج بعقله، ما يستنتجش بالعاطفه نتاعو. راك معايا نور الدين خويا؟ حوالي قبل ستة، حوالي واحد 6 اشهر الى 8 اشهر، الى اذا كان تذكر، صراحة حراك في الجنوب، بحيث هذا الحراك في الجنوب الناس اللي يمشوا فيه شباب جيعان، شباب عريان، شباب بطال، يعيط ويبح بالحنجرة تاعو، يقول له يا سلطة ويا مجتمع مدني ويا ناس، راهي المطالب تاعي اجتماعية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة، راهي مطالب تاع الشغل، مطالب تاع الصحة، مطالب تاع التعليم، مطالب تاع الكودرون تاع الطريق. وزاد لهم قال لهم يا سياسيين يا تنظيمة سياسية، يرحم والديكم، ما تدخلوش فينا، بعدوا علينا وبارك الله فيكم. به السلطة ما تلقاها لناش ضربة وتقولنا بلي المطالب تاعكم هي سياسية. ومع هذا مساكن تاع الصحراء خاوتنا، بمجرد انهم صلوا صلاة جماعة بعفوية، لأنه حكمت عليهم الصلاة، بمجرد انهم صلوا صلاة جماعة برك، او تلمت عليهم كل ولاو من السلطة داعش. المزورة، ايه ولاو من وتلمت، داعش. اسمح لي، تلمت عليهم كل السلطة المزورة وكل المعارضة المزيفة، هي مش كل معارضة مزيفة، وإنما أقصد أنا المعارضة المزيفة، وتلمت معهم قلت لك السلطة المزورة، وهاجموهم وضربوهم بيد واحدة، بحيث قال لك يا ولدي لا، أنتم واش تحوسوا، تولي لنا دواعش، تحوسوا تقلبوا لنا الفيس، تحوسوا تقلبوا لنا عليها نحيا وعليها نموت، صرتم أصحاب المطالب الاجتماعية هذه، عندكم خلفية دينية، الخلفية الدينية معناتها وراها خلفية سياسية، ايوا وبالتالي والله ما تديوا المطالب تاعكم. فاتوا 6 اشهر وقمعوا في مسيرتهم وجوعوا وشردوا، ما دنقوش ليهم مرة، بدليل انه لا تسمع الاخر، هذيك الطالبة اللي الاستاذة الجامعية اللي قرصتها عقرب، مسكينة ربي يرحمها يا اخي، خرج وزير الصحة انب الفقيدة، هي في القبر تاعها وينب فيها، قال لها والله غير عيب عليك ايتها الفقيده، راكي خلعتي العقرب، كي خلعتيها قرصاتك، كي قرصاتك متي، وانت لا تروحي ليها لو كان ما خلعتيش العقرب، كون ما تقرصكش. وبالتالي ولات الفقيده في نظر هذا العلمانوج هذا، وزير الصحه هذا اللي دامرته تزيد في فرنسا، باه بنو والله بنته تدي لا ناسيوناليتي فرونساز، ولا يأنب في الميته مسكينه. علاه قالك انبها يا نور الدين؟ لانه وراوها في التصويره باللي محجبه حجاب ملتزم، لو كان جات مدايره كوب كاسكات والله ما يقولها الكلام هذاك. بدليل اخر انه قبيل العهده تاع بوتفليقه وفي العهده تاع زروال، لما المتبرجات العاهرات اكثرن من الفساد في حسيم سعود وضواحيها، ثاروا ناس حسيم سعود ورقله ونادوا بالتطهير تاع الفاسقات هذو حشاك، فنزلت حينها خالدة تومين، معروفة بخالدة مسعودي، وكانت نافذة وقريبة من دوائر الوزارات وصناعة القرار، راحت ودارت حملة للعاهرات ثم ودافعت عليهم ودبرت لهم الخدمة وطلعتهم من حاسي مسعود للعاصمة، وداروا عليها ضجة كبيرة، والهدف من وراي هو التمكين للعهر في الصحراء. قلت لك بعد هذه الوقائع كل 6 شهور فقط، يطلع لينا ما يسمى بالحراك العفوي الشعبي، وين؟ في الجزائر. سبحان الله، زيد يقول لك هذا الحراك الشعبي يهدروها بملء الفي بانه حراكنا الشعبي هذا راهو ماهوش اجتماعي، راهو سياسي، والمطالب تاعنا ماهيش اجتماعيه، راهي مطالب سياسيه. زيد واش من مطالب سياسيه يا ولدي؟ طلعوا السقف الى ما ليس فوقه سقف، قال لك نطالب بعدم ترشح بوتفليقه، وباللي لازم الرئيس هذا ما يكونش. سبحان الله، ذكر الانسان هذا اللي عنده العقل، من بعد هتجي هذه المسيره بهذه السلاسه، ونلقاو احنا القرايع نتاع سعيده محطوطين على الطريطوار، ونلقاو لابوليس قاعدين على الطريطوارات وعاقلين لاباس عليهم،
ونلقاو الجماعه هذوك نتاع جماعه الفيزو والميني جي بي يمدوا للورد لجماعه مكافحه الشغب، وجماعه مكافحه الشغب حاليه الهم وشابعين فرح وكفهمونا. واحد توكل فيه السخانه في الصحراء يقول لك انا حاب خدمه، تضربوا ضرب مبرح، وقبلها الاطباء كسروا لهم ريصانهم، وبين عشيه وضحاها جينا مسيره في الجزائر العاصمه وفي كل الولايات بهذا السلاسه. انا يظهر لي باللي المسيرات هذه ما كانت تنجح لو لم تكن وراءها الدوله الموازيه والدوله العميقه ايوه والتنظيم راهم الموازي. يمانيبيليو، راهم داخلين في مانيبيلاسيون، راهم ما مسمى يستعملوا في هذوك الشعارات، شعارات تاعهم كيما هذوك، هذا الشعار نفسه راهو يردد تاع بوتفليقة يا مروكي، نفس الشعار راهو يردد على إيذاءات مستوى عنصرية. على مستوى الولايات. هذا لو كان تروح تبحث عن الأصل نتاعو تلقاه زوافي، هذا 100%. 100%، 100%. ايه ما راهم درك يستعملوا في الآخر في أنا نفس هنا الموضوع. نطرح السؤال، أنا هنا نطرح السؤال للناس اللي راهم يتبعوا فينا دوك ويشاهدوا، علاش في المسيرات اللي كنا نحكوا عليها في الصحراء يتعامل معها بزي من طرف الإعلام ومن طرف الجمعيات ومن طرف السلطة ومن طرف حتى أشبه المعارضة، وهذه المسيرة اللي صارت دركا في الفاندو اللي راهم يقولوا راح ينزلوا يصعدوا صار بها شيء خلاف، لازم الناس تنتبه، ما لا كانت تحكي لنا خلينا، ما هو تعرفوا شوف درك، علاش. هو لا شك هو انه كاين فيه غضب، هذا امر مفروغ منه. الغضب راهو كان موجود قبل الاعلان تاع هذا ما يسمى بالوحده الخامسه، الغضب كان موجود، كان موجود وراهو زايد برك، زايد يستمر من خلال الاحتقان. وهما درك جات الفرصه، درك لو كان جات هذه الناس راها فعلا هي تؤمن بالتغيير، فهمت؟ جات تؤمن فعلا بالتغيير. احنا دوك رانا نعرفوا هذا النظام، النظام اولا خلي درك هذا النظام راه رايح هو يطيح في البياج. دوك هما لما راهم رايحين دوك مثلا هما يعنوا في المجلس الدستوري، هاهم قالها معلنوا، لانهم راهم رايحين يفوتوها بطريقه يعني فاضحه. من بعد انت راه الفرصه نتاعك، الفرصة نتاعك يا إما هو أنه مباشرة بعد الإعلان تاع المجلس الدستوري ويكون فيه هذاك الغضب هذاك يروح يمشي في الاتجاه نتاعه الصحيح، وإلا في يوم الانتخاب. لكن الآن على مقربة من هذا الوسمو تخرج ناس، شكون هما؟ شكون هذا الناس؟ هذا الناس أنا في بالي هكذا كاينين الناس اللي هما لا يؤمنون بالانتخابات، أقلية، ولكن عندهم مسمو، عندهم الوسائل على جال باش هما يمانيبوليو عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق الأجهزة اللي راهم يخدموا فيها. كاين الناس اللي راهم مشاركين، أنا لا مثلا أشك دوك مثلا أنا في مثلا واحد كيما أحمد بن محمد، أنا نروح نحط قال هذا الدياراس، والله نو. كاين الناس اللي هما راهم يشاركوا معروفين بالمواقف نتاعهم وكاين فيه رغبة حقيقية، كاين الناس اللي عندهم رغبة شوف كيما الأحداث تاع أكتوبر، الأحداث تاع أكتوبر كان فيها جانب فعلي يعني خارج من صلب الشعب، عبارة عن سخط وعن غضب اللي جا هو نتيجة تاع الاختفاء تاع بعض المواد، جا نتيجة تاع الأسعار المرتفعة، جا نتيجة تاع الفساد المختلف، جا نتيجة تاع الرداءة، جا نتيجة تاع الدولة يعني تسمى غائبة في كثير من السمو. وكاين فيه جانب مفتعل اللي داروه هما من أجل تحريف الحركة على المسار تاعو. دوك الآن نفس الشيء كاين فيه جانب راهو درك هو من صلب هذا الشعب، ولكن فيه جانب مفتعل. دوك مثلا غدوة لو كان تكون فيه مثلا تجمع أو مسيرة ويكونوا ناس مثلا هادئين وعارفين بالألاعيب تاع النظام هذا، لما راهم رايحين يتكلموا هما يتكلموا كلام موضوعي اللي راهو رايح يزيد هو يعطي الثقه لهذوك الناس اللي راهم هما يحوسوا على التغيير. لكن لما تشوف اللي انت ناس غرباء وتشوف اللي انت ناس كانوا هما يسمغوا مع هذا النظام، ومن بعد يطلعوا لك فجاه هما معارضين، ومن بعد تصير انت شيات السي محمد، شيات للنظام. ومجاهيل، هناك أناس مجاهيل أصلا. ايه
بعد انت خلاص من بعد كاين ناس مجاهيل راهي كانت لهذه الاحداث هذه فرصه للبروز وتصويرهم كابطال جدد، وفيهم اللي راهو عنده الدور تاع لا بياس دو روشونج، لانه كاينه شخصيات كانت ماشيه على نفس النهج ونفس المسار ونفس القناعات ونفس الاهداف احترقت، وبالتالي بقاء العمل تاعها في الميدان لن يؤدي الى جدوى، وبالتالي لازم نغيروا نجيبوا ناس وجوه جديده وانما يحملون نفس القناعات وربما اشرس من تلك القناعات. المهم فيما يخص الاخ نور الدين، قلت يعني كاينين بعض الشخصيات لا يمكن انه عاقل يشك يعني في صفائها وفي نيتها، يعني في نيتها يعني الصالحه لتاطير هذه العمليه. هو فعلا كلامك صحيح، وانا يعني كقناعه مني نسمي هذا الناس انه الفعل تاعهم يعني بنزولهم من الميدان هو الهدف تاعهم هو باش ما يخليوش الساحه فارغه هذا وما يخليوش المشكل، الساحه باش ما هذا يخليوش المشكل، الساحة ينفرد، حتى لا يتركوا الساحة لآخرين دخلاء ينفردون بها ويوظفونها كما يشاؤون. هذا هو بالذات. بصح دوك اللي هنا احنا الان دوك رانا الان لحقنا كيما نقولوا المفترق طرق، خطر عليه درك هذا الناس اللي راهم يتحركوا، الناس كل من حقها كل تتحرك، حراك شعبي، حراك شعبي، ما كاينش الجهه اللي راه تنظم فيه. تذوك انا غدوه لو كان نعلن انا راني رايح ندير مثلا تجمع في المكان الفلاني ما يجونيش. لماذا؟ لانهم يعرفوني، لا يعرفوني، لا قال اسمعني ها هو يا اخ الخط نور الدين، تاعو. يا اخ نور الدين، نعم يا اخ نور الدين، لو كنت تقول لهم غدوه نكازه وعنده تجمع وانت اللي تروح ديره ويجيوك. هذا بالله. لو كنت تقول لهم باللي نكازه وعنده هاي يجيوك، بس لو كنت تقول لهم باللي راني انا نور الدين خبابه عندي تجمع ما يجيوكش، هذه هي لان لو كان الملاحظ ان تسمى هذا الناس. الجماهير واش الجماهير ولات تميل إلى كل ما هو تهريجي، إلى مانيبيلاسيون، كل ما هو غير مانيبيلي، جدي، مانيبيلي، ماهوش إلى بيحوسوا. كل ما هو غير لو كان جدي. جاو راهم يحوسوا على التغيير الحقيقي، فهمت؟ لو كان جاو راهم يحوسوا على التغيير الحقيقي لو كان يمشيو، انا ما يهمنيش. لكن ما دام راهم هما هذ الناس هذو هما لا يؤمنون بالتغيير الحقيقي، راهم هما يستعملوا في المانيبيلاسيون عن طريق ناس، فهمت؟ تلو كنت هذا وين راح يبان لك شوف هذا الاخ نور الدين، نكازة شوف معاقب واحد مثلا. من انجح ما نجح فيه خويا نور الدين. انا ما نسمع فيه، الو هاني نسمع فيك، نكمل هذه فقط ولا حبيت تمد الكلمه الاخرين؟ ما كاش هاني مشكله. نسمع فيك، هاني قلت لك نسمع من فيك. انجح ما ند من كل من انجح ما نجح فيه النظام السياسي الجزائري تجاه الجماهير هو انه استطاع ان يدخلها في اللعبه نتاعو، واستطاع ان يدخلها في اللاوعي نتاعها، بحيث الجماهير تاعنا ولات تساير ما يريده النظام السياسي في صمت. قال مثلا درك كما كنا نحكو درك، اي عمل جاد من اي معارضه جاده راح يواجه من السلطه، ومن السلطه الفعليه في الجزائر يواجه بحزم وحده. هنا تلقى الجماهير ما تتفاعلش معاه لعلمها بذلك. بصح لو كانت تكون نداءات من هنا او هناك تكون غير جاده ومآلاتها مش راح تروح لبعيد، الجماهير على بالها باللي هذا الامر راهو كما نقول راح يساعد النظام نسبيا ولا خوف منه، وبالتالي راح تساير ابعد الحدود. وانا ادل على ذلك مما هو الان راهو حادث للمهرجين اللي راهم في الساحه اللي راهم في مهمه الى حين. شوف المكلف. وربي يجيب الخير ان شاء الله. اللهم آمين. شكرا للأخ مراد، وإن شاء الله نشوفك في الله يسلمك فرصة واحدة أخرى. ربي إن يبارك شاء فيك. الله أخويا، إن شاء الله على شكرا، كل حال. شكرا للأخ مراد. نشوف ترى يا الله يا كريم. مرحبا أستاذ. أهلا الأخ، منين راك تكلم فينا الأخ عبدو؟ من ولاية باتنا.
إيشاويين. مرحبا بك الأخ عبدو. الله يبارك فيك أستاذ. كنت تحكي المظاهرات تاع 22 و24، أيوا حبس تسيك برك أستاذ. نعم. أسكو عندهم نفس الهدف ولا لا؟ لا لا ما عندهمش نفس الهدف. أكيد هذا هو اللي حبينا نحكيو عليه، باسكو 24 ركبوا خرين جدد حركة المواطنة هذه و... ايه وعلى اجل مانيبيولاسيون. زيد نفهمك حاجة أستاذ، 22 كان سلمية بصح في 24 هذه ماهيش سلمية، ورانا شفنا لي فيديو. معليش أنا باتني ماكنتش في الجزائر بصح شفت لي فيديو، باسكو الناس كل دركا يتصورك تلك في لايف راهي شايف كيفاه أستاذ. قلت لك أستاذ شفنا أخرين بغاو يفسدوا، أخرين الشعب قال لهم ما تفسدوش، شفنا الدولة فما دخلت كي دخلت. شوف نقول لك يا أخي أخ عبدو، شوف نقول لك اسمع شوف. لا لا دوك نعطيك الكلمة، دوك نعطيك الكلمة. شوف هما على بالهم متأكدين 4000 مليون في الساعة باللي بالإرادة الشعبية ما يوصلوش للسلطة. هذه الناس لازم تفهمها، 400 ألف مليون في الساعة، لأنه الإرادة الشعبية عن طريق الصندوق هما راهم أقلية ويقعدوا أقلية لأنهم غرباء المجتمع، ما راهمش يتكلموا في كلام منطقي ولا كلام موضوعي، وناس مطعون في الشرعية نتاعهم، مطعون في المصداقية نتاعهم. دونك هما الحل الوحيد نتاعهم هو انه اما انهم يوصلوا السلطه بالقوه او يبقوا فيها بالقوه، ما عندهمش حاجه واحده اخرى، ويستعملوا في الالاعيب، يستعملوا التاريخ، يستعملوا اللغه، يستعملوا الاسلام، يستعملوا الجهويه، يستعملوا جميع المواضيع من اجل البقاء في السلطه او من اجل الوصول لها. هما دركا لما علاش داروها هما بال24؟ علاش؟ خطر على بالهم هما باللي الناس راح تخرج من المساجد بعد صلاة الجمعة، كي تخرج للمساجد وما كانش المؤطر تاعها، فهمت؟ ما كانش المؤطر تاعها، يخرجوا لكم بال24 من بعدها. قال هاي انتم راكم تحوسوا على المؤطر، ها هو مؤطر، راه حركة مواطنة، فهمت؟ أي من بعد انتم اسمعوا الحركة مواطنة، اسمعوا الحركة مواطنة، دوك هي تولي تدير في الشعارات، وهي تولي فيما بعد توجه في الناس. وقال هاو قال غدوة مثلا يديروا مقاطعة نتاع الانتخابات تروح الناس معهم، قال ديروا قال عصيان مدني تروح الناس معهم، قال الانقلاب تروح الناس معهم، فهمت المسألة وراها؟ وداروها برا في الخارج لأنه اصبرني داروها برا في الخارج لأنه الوسائل الإعلام اللي راها في برا في الخارج يخدموا فيها، فهمت؟ خطر الأغلبية في الجزائر، الأغلبية هي راها ضد المصالح نتاعهم وضد الإرادة نتاعهم، والأغلبية ما تخدمهمش. الأغلبية لو كان يعاودوا ينتخبوها 700 ألف مرة ما راهيش راح تجتمع للضلالة غيركم كان، فهمت؟ هذه هي أستاذ. لا سبب شرك تحكي انت ما راه يكي كيف كيف كي اسم نفس الهدف تاعها كي لو 22 ولا لو 24 تاك حاب تقول باللي هم زادوا بينو باللي راهي مطره هذه زادوا داروا مرض. لا راني كيما قلت باش ما يكونش كلامي كلامي. لا 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 قلت باللي كاين جانب فعلي وكاين جانب مفتعل. درك هما راهم كاين ناس اللي راهم يمشيو من نيتهم وكاين ناس اللي راهم مانيبيولي شعب كلهم شي بنيته. لا لا ماشي كامل، كان الناس اللي راهم داخلين ما عندهمش النيه هذه. اسمح لي اسمح لي الشعب الشعب انا واحد مش لا لما اسمع دونك مثلا تشوف انت، اسمح لي برك نعطيك مثال برك. تشوف انت مثلا اون فول، فول هكذا فيها ما على باليش انا الاف الناس، ويدخلوك واحد يدخل لك ثم ويبدا يقول لك هو يحيى نكاز يحيى نكاز، واش معناتها؟ والناس تردد. كاينين الناس اللي راهم درك هما عاطيلهم قال مثلا ميكروفون ولا اسمو، يولي هو يساري هو يوجه في الناس، هما يختاروا الشعارات، يختاروا الاسماء اللي ردوها،
يختاروا كذا من اجل توجيه الناس. يا اخويا انا ما نعيطش، داروا شعار، الشعار هذاك مش مقتنع به ما نرددش، فهمت؟ ما نرددش انا الشعار هذاك، ولازمني نعرف انا راني درت تسجيلات، لازمني نعرف انا شكون هو هذا اللي راهو دار هذا الحراك الشعبي، ما هي الاهداف نتاعو، ما هي النقطه نتاع الانطلاقه نتاعو، ما هي النهايه نتاعو، علاش انا نروح انا يستعملوني. بالاضافه الى انه الان راه واضح الاستفزاز تاعهم لعلي بالحاج، واضح وضوح الشمس من انه الهدف منه هو استدراج الاسلاميين، حتى باش فيما بعد هما قالها مجموعه الفيس هم عاودوا رجعوا، راك تشوف فيهم هم يوسيو فيها، هم عاودوا رجعوا، هم جاو دونك على بالهم باللي هما غدوه لو كانت تكون كاينه انتخابات قالها والمستفيد هاو، دونك هما ما لازمش يروحوا للانتخابات. ماذا بهم باش يديروا انقلاب؟ ماذا بهم باش يديروا مجلس؟ انا يا استاذ دقيقه دقيقه استاذ دقيقه، انت راك تحكي على ثم الاحزاب وراهي حابه توصل هكا، هنا رانا نحكيو الحراك الشعبي، نحكيو على الشعب والراو حاب يوصل. الشعب الشعب راهو، انا واحد من الناس، انا واحد من الشعب، عمري 32 سنه ساكن هنا في بطنا، هاتي قرن خضا يشاويني، يشاويني شني مشاخ يشاوي، مشاخ يشاوي بصح هسا هسا نهني نشني ضعف. استاذك سمع فيا؟ راني نسمع فيك. قلت لك الشعب، الشعب راهو قلق، الشعب راهو كي مغبون، حنا رانا مغبونين، لا خدمه لا والو. 32 سنه، 32 سنه بالك بالك شنو غنقول لك، كان النهار اللي صور فيه 80 في النهار نفرح. ما راني معاك الاخ الكريم، عمي كيفاه؟ ها راني معاك، وراهو الحراك يفتري اي سمو، الحراك موش كيف كيف دوك، مثلا كاينين الناس اللي راهم في بيتنا، الناس تعرف بعضها، تعرف الناس بعضها البعض، ويشوفوا قال مثلا راهم قال مثلا مجموعه في باتنا، انت لا تشك في الاخلاص تاعهم، فهمت؟ مثال برك، قال مثلا مجموعه في باتنا انت لا تشك في الاخلاص نتاعهم، ناس دعاوا قال مثلا بعد صلاه الجمعه ولا هذيك مثلا تخرج الناس وقال احنا رانا فعلا ضد العهده الخامسه هذه ورانا مع تغيير النظام واسمه، ولكن اهل باتنا ما راهمش هما اللي راهم رايحين ياثروا الحراك على المستوى الوطني، فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ دوك هما هاد الناس اللي راهم رايحين ياثروا هذا الحراك، عارفين باللي داخل الجزائر في ظل هذيك الحشود الشعبيه ما يقدروش، بالتالي باش يدومينيو هما لازم يطلعوا كي الزيت فوق الماء، فهمت؟ طلعوا لفرنسا، خرجوا طلعوا مع بعضهم، راهو سفيان جيلالي هذاك برا، هذيك عسول هذيك راه براهم، طلعوا في مجموعه راهم خرجوا لبرا ويحاولوا من خلال وسائل الاعلام على جال باش قالها ها امراه مجموعه باش يمشيوا هذاك الحراك في الاتجاه اللي راهم يحوسوا عليه، فهمتني؟ انا لا اشك فيه، قلت لك باللي ناس سواء في باتنا او في سطيف او في اي اسمه ولايه من الولايات تاع الوطن، لا اشك من انه فيه ناس مخلصين وناس يحبوا الخير للبلاد وناس يحوسوا على التغيير الحقيقي، وحنا رانا معاهم، رانا معاهم، ولكن ما يجيش انا واحد يستعملني، هذا مكان برك، ما يجيش واحد انا يستعملني والله يجي هو يدي التضحيات نتاع ناس، ناس ماتت، ناس اعتقلت، ناس سجنت، ناس تعذبت، ناس تحقرت، ناس كذا، ويجي حراك هذا درك ها، وكما كان الاخ هذا قبيل يتكلم، يتحركوا لك انت جماعه في واسمه في ولايه من الولايات، حراك مؤطر كذا كذا، بمجرد هو انه الناس تصلي، يعني دوك لما الناس تروح تسكر نورمال عادي، فهمت؟ تسمى ماهيش موضوعيه ومش حق، هذه هي. استاذ حبيت نسقسيك برك. نعم. تارك في باري استاذ؟ في فرنسا؟ لا مانيش في باري. في لندن؟ لا 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 راني في فرنسا بصح مانيش في باري. راني في مكان اخر. ماكش في باري. لا لا مانيش في باري. ليلة سعيدة أستاذ. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك الأخ، أخ عبدو، ربي يبارك فيك، فرصة أخرى إن شاء الله. صح. الله يسلمك. شوفوا ترى هذا الأخ زكي.
واش الحل الاخ الكريم؟ رانا تكلمنا عليه عنده سنوات، حنا نتحدثوا على الحل. الحل هو انه ألو، يكون هناك تأطير. السلام الو، عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. معليش نهضر لك هضره، برك انت راك تعتذر شغل في هضره اللي قاعد يهضر فيها نفس النظام اللي هي شغل ديما المعارضين ما كانش بيناتهم مخلص، وديما يحوسوا اصبر على اصبرني صبرني ديما قبل ما يحوسوا على شغل. تعرفوا علي. معليش يا خويا، بالعقل بقى، ما تغصبش روحك. معك زكريا من ام بواقي. من ام البواقيه، مرحبا بك الاخ زكريا، تفضل. وش الله حبيت تقول؟ يسلمك. حاب نقول باللي دركا هما هذا النظام دركا ما فهمتش انا علاه يشوف في الحراك الشعبي هذا حاجة غريبة. لا لواء لا 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 دوك لا لا هما اذا كنت راح تحكي لي على الدستور اول واحد اللي فسدوا هما، واذا راح تحكي لي على العشرية السوداء ما نكذبوش على بعضنا. انا واحد من الناس مانيش راح نفوطي اي حزب ذات خلفية إسلامية حتى نموت، بصح الفيس هذا دار الفوط وانت اللي انقلبت عليه، انت انقلبت عليه وجاي اليوم تحاسب فيا باللي او لو كان كاينه عشريه سوداء وماتوا الناس تالي درتها. ودرك جايب لي الوئام المدني، الوئام المدني داروا زروال، ودرك انا راح نبقى انا نفوطي على بوتفليقه 30 سنه في جره الوئام المدني. وما يخفاكش ثاني الناس واش تهضر على خاوته وعلى حداد هذا اللي كان جوار يلعب في الثوره صبح يحكي ب 100 مليار دولار في الماريكان. كاين شويه حوايج المعرفه اللي هي ماكله البلاد، كل شيء بمعرفة. ومن بعد يخرج الشعب يقول لك هذه فتنة ورشيد نكاز جا من فرنسا وبن فليس طبيعي، هذا أمر طبيعي. إذا كان هما حابين يخليوا البلاد راهم هما مش أشاك فوا ديما والله غير أخويا رشيد نكاز هذا فيه اللوش وفلان فيه اللوش، لا غالب طبيعية جدا. والحراك هذا رو ديجا الشعب راه صبر بزاف، لأنه تسمى باش تشوف أنت الحراك هذا بعد 20 سنة تسمى راه شعب واعي 20 سنة يعني الشعب صابر فيها بركة يظهر لي. مانيش فاهم وعلى هما متمسكين بالحكم هكا كامل، مانيش فاهم. انا واحد من الناس وانت واحد من الناس في روحه باللي انت انتخابات نزيهة والله ما يديها لو كان يترشح كونتر واحد نيفو سنة ستة. يعني اذا كان راح نهضروا على النزاهة يا الاخ، واسمه الاخ زكريا، شوف الحاجه اللي لازم نتفاهموا عليها. درك مرات كاين بعض الشباب هكذا اللي ما عندهمش معرفه بالسياسه وما عندهمش معرفه بالالاعيب تاع النظام، وهما يوقعوا ضحيه تاع ربما العاطفه تاعهم الجياشه. انا دائما نستخدم العقل نتاعي في التفكير، ودائما نوضع المصلحة نتاع البلاد فوق كل اعتبارات. الجزائر فوق الفيس وفوق نكاز وفوق بوتفليقة وفوق القيد صالح وفوق الناس كل. درك انت لما مثلا تجي في موقف، الانسان هذا العاقل هو يفكر قبل ما هو يتخذ قرار، يشوف القرار هذاك، هل ترى القرار هذاك راه رايح يختم الجزائر، هل ترى راه رايح يقدمها، والا هو انه راه رايح يدفعها المهلكة. فهمتني؟ دوك فهمتك. انا دوك انت هذه المطالب نتاعك والله انت المعاناة نتاعك، انا راني معاك. انا ما رانيش نقول لك ما تحتجش. اصبرني انا اصبرني ثاني راني اصبرني معاك بس اصبرني ها. انا ما رانيش نقول لك ما تحتجش، ما رانيش نقول لك انا باللي جي في داركم وقعد، ما قلتش هكذاك. راني قلت نقول باللي راهم درك كاينين ناس حابين يقعدوا في السلطة ولو احرق نصف الشعب، وكاينين الناس حابين يوصلوا للسلطة ولو احرق نصف الشعب تاع نصف الشعب الجزائري. حنا ما لازمنا نطيحوا في البياج نتاع هذا النظام على جال باش يبقى هو مستمر. ما لازمنا نطيحوا في البياج نتاع هذا الناس اللي راهم يحوسوا يستعملوا الحراك الشعبي من اجل الوصول للسلطة. يا خويا انا اي صحيح، هو فاطن ظرف نكون كيما هذا فاطن اي واحد راح يستغل ظرف كيما هذا باش يوصل المبتغى تاعه. صحيح. هذا مكان. انا دوك انت دوك كاين بعض الشباب اللي درك هو راهو مثلا يشوف انت في هذا النكاز هذا، يشوف فيه من انه يقول لك اخويا انا نروح ننتخب اني سمعتهم وقرات حتى التعليقات تاعهم، وكاين حتى سمعت الكلام تاعهم، يقول لك اللي بغى يجي مانيش عارف انا شكون، المهم كون انا ضد بوتفليقه، ما يقعدش الكادر هذاك برك وخلاص. يا اخويا انا لا لا، انا نفكر تفكير واحد اخر. انا بالنسبه لي بوتفليقه انتهى، مش الان انتهى، منذ سنوات. مش هو اللي يحكم، راهم الناس اللي راهم يحكموا من وراه. كاين قيادة تاع الجيش،
وكاينين مصالح في الرئاسه هما اللي راهم يحكموا، بوتفليقه ماهوش يحكم. ودرك هاد الناس هما راهم في صراع مع هاد الجماعه نتاع التوفيق، هذا دوك اللي راهو كان قبل يهضر هذا راه من جماعته، هادو الجماعه نتاع المخفي والجماعه هذوك نتاع هادو اللي كانوا هما كانوا يقتلوا كانوا يعذبوا كانوا كذا، هادو درك هما يستعملوهم، يستعملوهم دوك نتاع هما ما مش يستعملوا فيهم غير هكذاك برك، على بالهم باللي النفسيه نتاع الشعب راه تعبانه والشعب خايف ثاني، خايف لانه راهو اكتوى بنار تاع الفتنه، وبالتالي هما بمجرد استثاره الشعب عن طريق العاطفه هما يذكروه بهذيك الاحداث، يذكروه بهذيك المجازر كذا، يولي هو يقول لك اخويا والله راني قابل كيما راني هكذا خير من اللي نروح انا نقفز للمجهول. ودرك هما هاك تشوف درك هذا، هذا درك نكاز هذا وهذاك غني مهدي وناس اخرين، هما دوك راهم فتحوا لهم المجال، فتحوا لهم المجال. انت دوك راك راح دير مثلا تجمع التوقيعات، مش راح دير لي تجمعات، هما سمحوا لهم على جال باش هما يهيئوا الشارع يهيجوه، عطاو لهم فرصه، قال باللي راه ما كانش مقاطعه، هما راهم كانوا يخدموا في هذه العصابات باش يقولوا باللي راه ما كانش مقاطعه، راهم شباب راهم يخرجوا راهم مهتمين بالانتخابات وراهم كذا وراهم كذا، وفي نفس الوقت فسحوا المجال لهذوك الواحد طايرين سنيه واحد كذا، وراك شفتهم نهايتها هو انه كاين من بينهم اللي ولا هو مع بوتفليقه. وفيما بعد هما انا قلت في تسجيلات راها موجوده، قلت باللي هما هذا بوتفليقه راه ما يرشحوهش يخليوه لاخر لحظه، راني قلتها، قلت لك بوتفليقه هو منتهي، هما راهم يستعملوا فيه، ولكن في المقابل كاينين الناس هما راهم يحوسوا يستعيدوا المواقع نتاعهم، لا سيما هذه الجماعه نتاع التوفيق والجماعه اللي دايرين به، وكاينين الناس اللي هما درك اقليه اللي هما كان حاميهم التوفيق، هذو بعض العلمانيين هذو بعض اسمه كان حاميهم التوفيق، مش كلهم، كاين الناس اللي تلقى ربما كاين واحد اللي راك تلقى فيه انت فكر علماني علماني وتلقاه يدافع على علي بالحاج، يدافع على علي بالحاج يقول لك هم ظلموه والله هم حقروه، انا راني انسان ديمقراطي وانا كذا وانا ما نقبلش الظلم وانا، لكن هذو لا، هذو راهم درك هما اقوياء بهذا الدول العميقه هذو، فهمت، اقوياء بهم، هما على بالهم باللي البرلمان ما يحطوش فيهم رجليه الا اذا كان دخلوا بالقوه، ما يدخلوش البرلمان لانه ما عندهمش قاعده شعبيه. لذلك احنا دوك لما رانا نقولوا مثلا احنا ماناش نخوفوا، راني ننبه فيك اخويا، خدم عقلك، خدم فكرك، خدم الراس تاعك، عندك مطالب مشروعه ما تخليهاش تروح من يديك، يجي انت واحد يديك يستغلك يروح يدخلك راسك في الحيط، هو يستفاد على ظهرك، يوصل شوف نقول لك كيما لك الانسان اللي راهو ينقل واحد راهو يقرا، راك تسمع فيا، واحد يديها واجده، ايه واحد يقرا، اسمع، واحد راهو يقرا العام كامل وهو راهو يقرا، راهو يسهر الليل مع النهار، ومن بعد نهار الامتحان هذاك اللي راهو منقل او ديجا راهو عنده قال مثلا السؤال او عارف الاجابه نتاعو، والاخر هذاك اللي راهو يقرا عنده الزوج، نقولوا مثلا راهو رايح له واحد يزيد هذاك يدي له الزوج هذوك، يقول له ودي عقب لي منا يلا يدي له هذاك، يعيش هذاك ناجح وهذاك برا، فهمت المساله، نفس الشيء هذه المجموعه هذو نفس الشيء، هما ما عندهم لا قاعده شعبيه ولا عندهم نضال ولا عندهم يعني هكذا مساهمات من اجل الخدمه نتاع البلاد، بالعكس هذو ناس انتهازيين يستغلوا في الاوضاع ويظهروا في اوقات حرجه، وبالتالي هما راهم رايحين هما يستعملوا هذيك التضحيات. يا خويا انا لما راني نحكي لك على التضحيات مانيش راني نخوف فيك، راني نحكي لك في واقع ناس ماتت فعلا، ناس راها ماتت راها بالالاف المؤلفه اللي ماتت، وناس راها بالالاف المؤلفه اللي دخلت للسجون والمعتقلات، بالتالي درك هذه التضحيات ما لازمش يجيو يستعملوا هذا الناس ويوصلوا بها حتى الثوره، ناس راحت ماتت حرقت الديور تاعها وكذا، وناس جاو داروا فيها بطاقات وعاشوا هما يحكموا باحكامهم، احنا ماناش حابين هو انه هاد الانتهازيين يسرقوا هاد التضحيات نتاع الشعب،
هذا الشيء اللي رانا نقولوا فيه. شكرا. قلت لك بصح دروك ما كانش حل واحد اخر مع هذا ابار الحراك الشعبي، لانه جميع الاطراف راح تلقاهم فيهم اللوج، ما عندهاش حل، ما كانش حل، ما كانش حل واحد اخر. هما دروك يستغلوا في الجانب الديني. حراك لازم يتاثر، لازم له ناس ياثروه، ناس اللي عارفين الالاعيب نتاع النظام، فاهمين بهذا فاهمين بالمداخل والمخارج نتاعو، وما يطيحوش في البياج. خطر هذا الناس درك راها بدات عمليه الاستقطاب، يدخلوا قال مثلا جماعه من الفيس وجماعه من تو ما على باليش انا من هذو دوك هذو نتوع مواطنه. فيما بعد الناس كاين اللي راهو دوك مثلا يمشي مثلا كيما انت يقول لك اخويا انا والله العظيم انا البو هكذا، هاي خلي نزل الكابان تاعي ونخرج انا خلاص صاي، احنا خرجنا على جل باش احنا نشكيو الحقوق نتاعنا، صار لي هذاك يحوس يدير لك دوله اسلاميه على ظهري، والاخر يحوس يدير لك دوله علمانيه على ظهري، والاخر كذا والاخر كذا، انا البوها خلاص انا نروح ما نقعدش معاهم طول. كاين ولا ما كاينش؟ ومن بعد هما كاينين الناس اللي هما يستغلوا، بالاضافه الى النظام، النظام هو دوك راهو ثاني يلعب على هذا الوتر هذا. النظام الناس شكون اللي يقدروا له؟ الناس اللي يقدروا له هما اللي كانوا يعرضوا فيه، والناس اللي هما مش مشوهين هذوك هما اللي يقدروا فيما بعد ياثروا. تروح تجيب لي ناس مشوهين ولا هذيك، هما هذوك هم علي بالحاج يستغلوا فيه، روحوا جيبوه يستفزوه بالذمه اكسبري، راحوا ليه ثم داوه بطريقه عنيفه، كركروه منه وداوه بالذمه اكسبري، عمليه تاع استفزاز متعمده من اجل استثاره الناس اللي راهم دركم ما عندهم توجه اسلامي. قال شوف صاحبي ايه ومن بعد كي نضربوا هذوهم من بعد ما يتحركوا، كي يتحركوا هما راهم على بالهم، يبداو يتحركوا دوك الجماعه هذوك كيما راهم يقولوا لهم هما جماعه الحي، يبداو يتحركوا من بعد هما يبداو يجبدوا فيهم، هز منا طلع منا، ويبداو في الافلام هذيك والمسلسلات، هم لقوا السلاح في المنطقه الفلانيه، هم اكتشفوا خزينه نتاع واسمو، هم كذا، هم سرقوا اموال، هم كذا، ويبداو هما يخرجوا في المسلسلات. والشعب لانه هذه راها ذاكره جماعيه، ماشي نتاع قال مثلا اسره ولا زوج ولا، ذاكره نتاع جماعيه فيها دي بليسور، جراح غائره، هما راحين يستعملوها. ومن بعد في المقابل شوف يا الشعب النكار، هاو شوف كيف كانت الدماء، شوف كيف كانت الدموع، شوف كيف هكذا وشوف كذا، وبوتفليقه جاب لكم السلم، وبوتفليقه دار لكم كذا ودار لكم كذا، على جال باش هما يقنعوه. حتى اذا كان كيما نقولوا راهو شارك هو في هذا الحراك، ولكن فيما بعد يولي يروح للانتخابات ويقنعوه ويروح ينتخب، وما راهم عندهم الوسائل تاع التزوير وكذا، وفيما بعد يزيدوا يستمروا. هما دوك قادرين يخرجوا لك جماعه اخرى، تراك درت قال مثلا بالان هما يديروك بالدو، تدير بالدو هما يديروه بالطروا، حوسه الديمقراطيه، ها هما الديمقراطيه عندهم، عندهم وسائل الاعلام. معلش السياسيين الحاليين اللي في المعارضه ولا في الواجهه، شكون اللي انت راك تشوف فيه باللي اقرب ثم اقرب لانه يكون رئيس يحسن في الجزائر؟ كيفاش؟ يعني رايك؟ قلت لك المعارضين اللي موجودين حاليا في الساحه، في رايك يعني كيما نقولوا احنا انت شخصيا، شكون اللي راك تشوف فيه انسان يصلح يكون بديل للرئيس الحالي، ولا يقدر يدير نظام جديد خير من النظام القديم؟ في الاشخاص تقصد الاشخاص و... شوف هو نقصد الاشخاص يعني القاده الحاليين، رشيد نكاس، مهدي بن فليس، مقري، معارضه عموما يعني. شوف كاين، شوف كاين زوج خيارات، سواء هو انه هاد الجماعه اللي راهم في الجيش الجماعه هذو اللي راهم في الجيش يقال باسطة خلاص، يديروا مجلس امن، فهمت، ويديروا قيادة جماعية من بعض الشخصيات اللي راها عندها واسمه تمثيل إلى حد ما، وفي نفس الوقت
شخصيات نزيهة تقدر هي تساهم تلعب في دور. قال مثلا أحمد طالب الإبراهيمي مثلا كما حمروش، ويزيدوا معاهم قال مثلا شخصيات أخرى، قال مثلا المقري، ومعاهم قال مثلا واحد كما هذاك رشيد بن يلس، وقال مثلا واحد كيما هذاك واش اسمه المحامي هذاك واش اسمه شدادي محامي راح لي الاسم نتاعو شدادي شدادي نو 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 خاطي رئيس نقابة المحاميين في العاصمة هكا وراح لي اسمه عبد المحامي في الجزائر معروف يعني محامي هكذا ما راح لي المهم ملف نتكلم عليه ساعات وتروح له هكذا واحد المهم واحد من المحامين هكذا ويزيدوا نقولوا مثلا معاهم خاطي مش مقرن آية العرب بوشاشي 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 نعم بوشاشي ونقولوا مثلا يزيدوا معاهم مثلا امرأة يعني سيدة هكذا يكونوا في أربعة خمسة هكذا مجلس وإلا هو أنه يراهنوا على اسمه كاين حمروش حمروش إلى حد ما عنده اسمه كما نقولوا معرفة وتجربة وكان هو من البداية يعني نهار اللي هو صار الصراع هذاك بين الفيس الصراع حول هذا هو ديجا كان شرع في هذه الإصلاحات يروح هو ديجا راهو يحوس على تغيير حقيقي وراه هو يسعى من أجل لكن هو اسكو يقبل ولا ما يقبلش هذيك امور تخصه او قال مثلا كاين الناس اللي هما مثلا هضروا على زروال يقدر لو كان نقولوا مثلا يكون حراك شعبي صحيح قال ودي يرجع من اجل تسيير مرحله نتاع عام مثلا عام ينظم انتخابات رئاسيه ويحصل التغيير فهمت اما بالطريقه هذه الطريقة هذه ما ظنيش الطريقة هذه راه راح تخدم جماعة هذو نتاع الدول العميقة هي اللي راه راح تخدمهم ايه والمشكل انه الاشخاص اللي ذكرتهم انت كامل ما همش داخلين في الحراك الشعبي ولا ما همش داخلين في دي انت تشوف لي انت يعني ما هذا نكاز يعني في وسط المجتمع قاعدين يهضروا ولا قاعدين كيما حمروش حمروش غني عن التعريف يعني حمروش لو كان جا حب يغير من غدوه يدير خطاب سياسي ولا يدير ترشح حر حمروش عنده شعبيه يعني وقديم بزاف في الشعب ما يبانوش زروال يرفض رفضا قاطعا قال لك انا كبرت شها ماشي هكذا احنا لازم نحكي لازم اخ زكريا راهي كاينه اخ زكريا شوف نعم حمروش هو في قضيه نتاع الانتخابات كاينين اللي راحوا ليه وهو رفض رفض علاه رفض لانه هو راه عارف باللي راه لقيت صالح مشى معته مع بوتفليقه بالتالي هو خلاص لكن الان راه معطيات واحد اخرى الان معطياتها بدات تتغير لو كان يكون هذا الحراك الشعبي هذا مثل ما ناس راحوا قال مثلا الزروال يروحوا ناس هكذا قال مثلا مسيره الحمروش قالوا طالبوك على جال باش تخرج يقدر فهمتني يقدر هو يخرج هو هذا راهو انسان شخصيه سياسيه مش نتاع شارع هذا يخرج لك هو كيما راهو يهرج رشيد نكاز ولا نو هذا راهو رجل تاع دوله ماشي لعب يخرج لك انت فهمتني مساله ماهيش نتاع خروج للشارع المشكل هو انه هو جايب عقليه اوروبيه ما تصلحش في السياسه الجزائريه وما تصلحش للمجتمع الجزائري على هذيك احنا نتفاهموا في التصرفات تاعو على اساس انها غير لائقه بشخصيه مشروع طبيعيه جدا قالوا كان تروح اللي تحكي هو مع فيه حمروش المجتمع اللي تربى هو فيه قالوا كان تروح تحكي مع حمروش والله مع احمد طالب الابراهيمي والله تلقاه عنده مشروع عنده رؤيه كيفاش هو يعالج مثلا مواضيع مختلفه من ناحيه اقتصاديه بيان سير بيان سير محلل سياسي الجزائر ويعرف كذا هذا رشيد النكاز ما عنده والو ما عنده والو هو راهو يستعمل في مانيبيلاسيون يمانيبيلي في الناس وشباب ساخط شباب غاضب شباب كذا وما يعرفوش يعرفوا هما من خلال قنوات فضائيه قال هذا راهو سلك الغرامه نتاع المسلمين كان يدافع المسلمين وقال راهو مليونير وهو خلى الاموال تاعو خلى الشركات نتاعو وراهو جل هنا وهو يمشي معاك الناس تمشي هكذاك بالعاطفه لكن روح خدم راسك اسكو هذا راشد النكاز راهو مليون لا لكن
لكن اسمح لي اسمح لي اخي، لكن حنا كي نجيو نقيموا شخص كشخص، حنا كي نجيو نهزوا رشيد نكاز كشخص، رشيد نكاز كشخص انسان ناجح في حياته، يعني صنع ثروه في بلاد القانون، يعني صنع ثروه في قاره اللي ما فيهاش المعرفه، وين يعني راها؟ انسان ناجح، انسان يعرف، وين انسان عنده راها تخمام، انسان عنده بعد. يا راجل وين راها؟ فوق هذا هو ناشط سياسي وناشط حقوقي. والله العظيم غير الضحك تاع الصح يا ودي، ما عنده حتى علاقه. شوف هذا راه انسان محتال، انسان محتال، اسكرو تاع شي هو اسكرو، ما عندوش دوك. هذا الانسان هذا اللي راهو عنده الاموال وراهو راهو عنده شركات، هذا واحد راهو رب من ارباب المال، راهو عنده شركات وعنده عقارات وعنده ناس خدامين وعنده كذا، هذا يخليك هو الخدمه نتاعو ويخليك هو الشركات نتاعو ويخليك تاع وهز التليفون، ارواحي مرحبا بك الحاجه اهلا بك كيفي منا قدمي منا تلعن بليس. هذا السيد راهو يخدم في ناس اخرين، راهو هو قايمين له بالمصاريف تاعو، طالع حابط السيد انت ما يحبسش خلاص، راهو منا طياره وهبط منها السياره ومن هي هواز ترا هواز اسمه واش حابس خلاص، فهمت؟ راهو يدور من بلاصه لبلاصه من اجل خدمه ناس اخرين، ما عنده حتى علاقه بالوسمو بالمصاريف تاع البلاد. لو كان جا راهو انسان مليونير صح، دوك استثمر الاموال تاعك وعلى حتى باش تكون رئيس. يا سيدي راك شاك باللي هاد الناس راهم هما ما مش يخليوك، والله استثمر برا، روح استثمر في بنغلاديش، استثمر في وين حبيت، وخلي دير مناصب شغل لولاد بلادك الحراقه وديك وديك وديك، خرجهم من الازمه، عاون المرضى، عاون العائله تاع المختطفين، عاون العائلات نتاع المحقورين كذا كذا. ما كان والو، هو راهو يبيع في الريح، وشباب هو الشباب هو استغل استغل واسمه الغضب هذاك، انت عندك مطالب مشروعه ولكن راك تمشي في الطريق الخطا، فهمت؟ ترى عندك مطالب مشروعه، راك انت محقور، راك مهمش، ما عندكش الخدمه، ما عندكش السكن، راك تحوس تتزوج، تحوس تدير مستقبل على روحك، هذه المطالب نتاعك مشروعه ومن حقك، ولكن راك تمشي في الطريق الخطا، فهمت؟ النظام رغم الفساد نتاعو، فهمت؟ النظام رغم الفساد نتاعو ورغم الاجرام نتاعو ورغم هذا الوضع اللي احنا رانا وصلنا ليه، ولكن مع ذلك راك تشوف انت في هذا الطريق سيار وبالعيوب تاعو، ولكن راك تشوف في سكنات بالعيوب تاعها، راك تشوف في جامعات بالعيوب تاعها، راك تشوف في مراكز تجاريه بالعيوب تاعها، ولكن كاين اشياء راك تشوف فيهم، هو راهو الريح في الشبك ما كان والو. ثاني درك هذ الحوايج كي نجيو نقارنوهم ايكيفالون مع الدراهم اللي صرفهم، راهم ريان دو تو. درك كي شغل انا نروح نمد لواحد مليون وندخل للدار نقولو جيب لي العشاء، ندخل للدار يقول لي والله غير وكاين الخبز وكاين شويه دجاج مال كريمه واش بصح كاين. دوك انا نحب نحاسبو ايكيفالون واش صرف، موش ايكيفالون واش دار لي. دوك تاع 20 سنه ما كانش مشروع اقتصادي واحد يدخل صوارد البلاد ابار البترول، واحد ما قلناش 10 زوج ولا 3 ولا 4، واحد مشروع واحد، اعطيني مشروع واحد داروا بوتفليقه للجزائر يدخل ايرادات للجزائر ابار البترول اللي هو ثروه طبيعيه والهيه من فوق، اعطيني مشروع واحد، يعني اكبر بلد في افريقيا، وخلي هذوك لي ديتايك تعرفهم. ما كانش دروك انا لازم نحاسبه، مش على واش راني نشوف، لازم نحاسبه على واش عطيته واش لقى. ما رانيش ضدك الاخ زكريا، ما رانيش ضدك، ولا راني نقول لك انا ما تهضرش على حقك، اهضر على حقك، فهمت؟ انا راني معاك. بوتفليقه راهو فسد كثير من الاموال في الجزائر، بوتفليقه راهو همش كثير من الطاقات، بوتفليقة النتيجة أنا اللي وصلنا لها، فهمت؟ راني معاك وأنا راني مع ذهاب بوتفليقة ومع التغيير تاع النظام، ولكن راني في المقابل راني نقولك باش ما يجيش أنا واحد يستحمرني ولا يستبغرني باش يطلع على ظهري، الكلام تاعي راه واضح، فهمت؟ هذا مكان ما رانيش نقولك أنا باللي أنا ما تدافعش على الحقوق تاعك، ولا راني نقول لك انا راني ندافع لك على بوتفليقه يروح إيه جماعته بالاخرين. راني فاهمك،
مي الاقتراح اللي انت مديته اليوم ما كانش في الامر الواقع. درك الانتخابات باقي لها شهرين، انت الحلول اللي راك تحكي فيها الشعب لو كان قاهره ودارها، راك تحكي على حلول ليست موجوده في الواقع. درك في الواقع كاين بن فليس، كاين رشيد نكاز، كاين مقري، كاين هذو، ما كان لا حموش لا حتى واحد لا مجلس امني كما راك تحكي. شوف نقول لك هذا حاليا ما كانش كنا غالب. درك الناس دوموندي في التغيير باي طريقه. احنا كون شفنا هذو اللي تحكي عليهم في الامر الواقع قال نعم نعم الكاس ما كانش، هذا غير ما تحسبوش الكاس ما راهوش. لا 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 مانيش نحسب فيه، راني قاعد نقول لك برك يعني راني نمد فيه مثال برك، مانيش قاعد نحكي على الكاس. درك كاين بن فليس، كاين مقري، كاين جاب الله، كاين هذو اللي هم كاينين. انت الحل اللي مديته راه غايب اليوم على الساحه. درك الساحه هذه فيها معارضه باينه وفيها نظام باين. الحل اللي انت مديته راه ما كانش في الحلقه هذه. يعني تذكرك حتى وكي نقول لك عندك حق وراني معك وراني اقتنعت بكلامك بنسبة 60%، مي الحل نتاعك الحل اللي راك تمد فيه انت راه غايب، لا وجود له، ماهوش قدامنا. الفوت بقى له شهر. ربما ماشي المصطلح اللي انت راك حاب تقول تسمع، راح تقول لي بلي الحل نتاعك ماهوش واقعي، هذا اللي حاب تقوله له انت. لا ما لا الحل انت عندك حل، الحل راهو كيما نقولوا حنا راهو كاين، انت راك مديت حل. مي الحل هذا مرتبط بشخصيات، الشخصيات اللي انت راك تحكي عليها راهم غايبين تماما ورافضين تماما انهم يدخلوا. يعني درك انا الحل هذا تاعك ما نقدرش نستخدمه في الوقت الحالي، واحتمال تاع 90% ما نقدرش نستخدمه في الانتخابات. تقدر شوف درك اسمع الاخ زكريا، درك هما هذ الناس اللي راهم درك مثلا يتحركوا درك مثلا هذا الحراك الشعبي ويكونوا فيه مثلا ممثلين، والممثلين هذوك تكون فيه جهه اللي هي تاطرهم تاطير صحيح، جهه من الناس اللي راهم درك مثلا كاين معارضين يقدروا يلعبوا دور من هذ الناس اللي راهم عندهم درك مثلا سنوات وما يشطوا، يتلاقوا مثلا بالاتفاق مع هذ الناس، يكون هناك حراك فيما بعد. انت تقدر انت فيما بعد اولا قال مثلا الغاء الانتخابات هذه، تاجيل تاعها هذه ضربه نتاع التفكير هذا في ترشيح بوتفليقه، هذه خلاص ما صاي جوزتها الناس، تاجيل الانتخابات. من بعد الناس تبدا تعد للانتخابات، دونك لما تبدا الناس تعد للانتخابات يخرجوا لما تكون فيه انتخابات حره وانتخابات ما فيهاش كما نقولوا تحيز من طرف الجيش المرشح معين، من بعد راك راح تلقى الحلول. لكن اذا الجيش هو انحاز المرشح واحد ما راكش راح تخرج، رايح للمواجهه حبيت ولا كرهت، رايح ليها تهرب منها اليوم تطيح فيها غدوه. خطر هذا الناس هما راهم معتمدين على القوه، يا اما القوه من الداخل ولا من الخارج، وانت ما عندكش القوه، انت ما عندك لا الاعلام راهو في يدك ولا المال راهو في يدك، عندك ناس هكذا شعب مساكن هكذا يخرجوا عزل ما عندهم لا سلاح ولا مال ولا قوه ولا كذا، يخرجوا يعيطوا رانا ضدك ابو تفليقه، رانا ضدك حكم العسكر، رانا ضدك كذا، بصح من بعد ما كان والو. هما راهم معتمدين على القوه، قوه داخليه وقوه خارجيه. وانت دوك لو كان ما يكونش غدوه انحياز تاع القياده نتاع الجيش، تنحاز للشعب، ما يكونش التغيير غير كون كان غير مناظر تاع الفرع، لازم القياده تاع الجيش هي تنحاز. فدركا هذو لو كان درك مثلا هما درك هاد الجماعه اللي راهم درك هما ضايرين بالقيد صالح، يتحركوا يفرضوا امر واقع على المجموعه هذو اللي راهم مع بوتفليقه، وقال باللي تاجيل الانتخابات ويديروه، ما يقدروا يديروا هذا مجلس نتاع امن هكذا، قال مثلا متكون مع وزير الدفاع وما على باليش انا واسمه هذا قيد صالح وتاع الامن تاع المخابرات ومنا، ويتلاقاو من اجل تشكيل قياده موحده، يديروها يقدروا يديروها، علاش ما يقدروش يديروها؟ انا راه تسمى الامور واجده، لانه ذهاب للانتخابات باش هما دوك لما ما يروحش بوتفليقه لازم لهم بديل، فهمتني؟ يديروا بديل تاعهم، شكون هو؟ خرجوا لك رئيس حكومه جديد قديم
خرجوك، يقدروا يجيبوا لك سلال، يقدروا يجيبوا لك ما اسمه واحد اخر يجيبوه لك، كي يجيبوه من بعد يفوتوه، راكم كاني يفوتوه من بعد انت وصل الحراك الشعبي ثاني راح يثبت في المؤسسه العسكريه انك والله غير يروح الحراك الشعبي هذا غير يروح يا ودي الفيس وما ادراك، راهو كان حزب معتمد وعنده ممثلين في الولايات وفي البلديات وفي كذا، وراهو عاش شيئا لم يكن. تحوس انت على الحراك ما عنده لا اساس لا راس. لا هما شوفوا نقول لك هما راهم عندهم عده مخططات. هذا الحراك لو كان يمشيش هو في الاتجاه نتاعو الصحيح ما راهوش راح يؤدي النتيجه غير كون كان. ايه كلام صواب. ايه المهم شكرا جزيلا، كاين الناس حابه تطلع زيد طلعهم نسمعوا ترى الاراء تاعهم. ربي يبارك فيك الاخ زكريا، شكرا. امين ان شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا. شوفوا تراكش هذا الأخ عادل الأخ معمري، كاين اللي راهم يقولوا هكذاك يا صح. أخ عادل وش راك شيخ لاباس؟ بس الحمد لله من راك. مرحبا بك، وش راك لاباس؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. كنت تحكي درك على التأجيل تاني الانتخابات. بصح كون درك نحاول أجلوا الانتخابات وتتأجل الانتخابات ويروح بوتفليقة على روح. يا مالي راح بوتفليقة وتهنينا منه وإن شاء الله يعطيه موت من عند. درك نسيت فعلا نسيت لارندي ونسيت بلي راهم راح يجيبوا لك بريزيدون واحد آخر. أيا نقولوا أجلناها عام. لا فعلا أخي ساهلة، لا فعلا باينة عندهم شكار. وهما راح يقعدوا ديما لفنان ماذا بهم هما يكونوا السلطه في هذاك العام. اكيد راح يجيبوا لنا 2001 ويقولوا لنا هذا البريزيدون وراح ترجع كيما كان. درك ابا اوكازيون، انا واحد مش من الناس نشوف فيها الانتخابات هذه باسكو لفنان غلط دارت بوتفليقه. بوتفليقه خلاص الشعب كره صاي، الشعب فاق بلي بوتفليقه ما يستاهلش يكون بريزيدون ولا فعلا. وهذيك الاحزاب، هذيك اللي راهي في النظام وكل شيء تكلحت، هذه اول غلطه ليهم. نحن كشعب انا واحد من الناس نشوف هذه فرصتنا الواحد، انه لازم درك اللي يحب يبان يبان درك، اللي يحب البلاد هذه يبان درك، اللي يحب يكون رئيس ويعرف روحه قادر، قادر على الجيش وقادر على القياده تاع الجيش لقيت صالح يبان درك. هذا هو الوقت اللي يبان. باسكو الشعب ماشي كل يوم راح يزيد يدير مظاهرة، ومشي كل وقت، ومشي شغل كل مظاهرة راح تمنع وتفوت على خير باسكو تزاير. كاين كيما رانا الأخ عادل. تفضل الشيخ. شوف أنت يا درك تسمى المطلب نتاعك، المطلب نتاعك راهو مشروع، لكن كيفاش أنت تجسد هذاك المطلب نتاعك؟ كيفاش تجسده على أرض الواقع؟ هما درك على ارض الواقع تراك موجود في الشارع، لنفترض هو انك انت راك انت هو الممثل نتاع الناس اللي راهم في الشارع. لنفترض هو انك انت راك الممثل نتاع الناس اللي راهم في الشارع والناس اللي راهم درك هما في الخارج، في الداخل وفي الخارج. درك هما هاد الناس اللي راهم درك هما في السلطه عندهم احزاب سياسيه راها تنشط على ارض الواقع مثل ما راك انت موجود على ارض الواقع. عندهم هذه الافلان والارندي وعمار غول والمنظمات والزوي وتاع العمال وتاع كذا والفلاحين ومانيش عارف شنو. عندهم ناس راهم يمشيو، هما دوك راهم قطعوا اشواط، راهم علوا الانتخابات حدوا الموعد نتاعها والناس راها تلم في التوقيعات وخلاص. راهو تقريبا ما قعدش بزاف، راه مازالهم شحال مازال سمانه مازال ثمانة بطروة مارسيتو. دوك هاد الناس اللي راهم رايحين يقدموا الملفات هما راهم بالملفات نتاعهم رايحين، إذا كان ترشحوا هاد الناس اللي راهم رايحين يجيبوهم معروفين الناس بالأسماء. تقدر تقول علي بن فليس، عبد الرزاق مقري، لويزا حنون، كاين واحد من الجماعة نتاع حمص وخرج
دار حزب واحد اخر وسموه عبد القادر بن قرينه والله واحد هكذا، زيد واحد عبد العزيز هذاك بالعيد، وهذا غديري في الشك. غديري هذا، غديري هذا في الشك. غديري يكون، اصبر اصبر اصبر، مشي غير. شوف هو بالشك، الى عقبوه في المجلس الدستوري تاكد 400,000,000,000 في الساعه باللي ما راهوش رايح ينجح شعبيا، راه مدرك هو ما على بالهم من خلال الحراك الشعبي، من خلال التوجه نتاع الناس، من خلال التقارير اللي راه تجيهم. درك هما واش رايحين يديروا هاد الجماعه اللي راهم رايحين هما يعقبوا في المجلس الدستوري؟ تاكد باللي راهم رايحين يديروا الحمله الانتخابيه، ومن بعد انت يوليو هما يقول لك يا خويا راك نتاع الارض الواقع، يا خويا انت دوك راك رايح الانتخابات، يا خويا ما تنتخبش على بوتفليقه، فهمت؟ ما تنتخبش على بوتفليقه، روح خيرها وعندك من فليس، ولا خيرها ومقري، ولا تولي تشوف انت. جماهير واش قال؟ اصبرني اصبرني، احنا قلنا ما يترشحش، انا ما يترشحش، غير اصبرني بركه بوتفليقه ماهوش يترشح، اصبرني، احنا نديرو احتمالات، نديرو احتمالات ونشوفوا الامور كيفاش راح تمشي. هما فيما بعد هاد الجماعه رايحين فيما بعد اما يديروا تحالف مع بعضهم، او فيما بعد تكون فيه منافسه. لما تكون فيه منافسه راهم رايحين هما يقسموا الاصوات، طرف يديه جاب واسمه مقري، وطرف يديه بنفليس، وطرف يديه تديه الوزة حنون، وطرف يديه زيد ولا عمر. فيما بعد راهم رايحين يخرجوه، يقول لك هذا بوتفليقه الكادر او خرج عليكم. درك هما الا كان ما رشحوش بوتفليقه، هما على بالك باللي ما يحتاجوش لهذه، قادرين في ربع ساعه، هما راهم دايرين مخطط الف وباء وجيم وسين وكذا. في ربع ساعه اذا كان شافوا درك باللي الجيش قال باللي خلاص بسطه بوتفليقه، قال اودي الله غال الشعب راك تشوف راه وكذا، يديروا شخص في ربع ساعه. هذا اللي راك تشوف فيهم انت هذا عمار غول وكذا وذا وذا، كامل درك يعاودوا يبدلوا الديسك ويعاودوا للشخص هذا. قادر يكون تبون، قادر يكون سلال، قادر يكون الاخضر الابراهيمي هذاك، قادر يكون شخص اللي يتفقوا عليه ويفوتوه، فهمت؟ ويفوتوه، تاكد باللي يفوتوه. دوك انت دوك قبيل انا جبت الاخ، جبت له انا حمروش على باله يقول لك انا باش ندخل في الانتخابات لازم نضمن الحياد نتاع الجيش. اذا كان الجيش راهو مع المرشح اكس ولا اكراك، معناتها انا باللي ما عنده حتى معنى. دوك انت واش رايح دير؟ رايح تمنع الانتخابات؟ كيفاش تمنعها؟ كيفاش تمنعها؟ برك حمروش لو لازم تكون صندير، اسمح لي يا الشيخ، لازم تكون صندير. درك انت درك في دول على بالك باللي من بكري من الاستقلال وروح الجيش اللي يحكم، باش دير دوله ديمقراطيه ولازم تكون انت واثق من الشعب. درك الشعب دار حركه اللي كان يتمنوها، شغل درك نورمالمون حمروش يجي يقول انا لي مع الشعب ويساند الشعب، وهو اللي يطلع باسكو هو اللي مثلا يستاهل يطلع. مش يجي ناس ما عندهاش حتى علاقه بالسياسه زي اليوم في 24 في الشهر بانوا وجوا في الجزائر العاصمه وبينوا رواحهم. هذا علاش ما يجوش الناس اللي تستاهل اللي صح كونتر النظام يبينوا رواح، مش الناس اللي ما تستاهلش تجي اليوم تركب فوق ظهر الشعب وتقول نحن رانا مع الشعب وتاثر الشعب بالكذب. مش تاثرهم، تاثرهم باش توصل للاهداف تاعها، مش الاهداف تاع الشعب. يعني معك هو درك غالب، هو نورمال ما يبان، يحب البلاد يبان درك باسكو هذا هو الوقت الحاسم، يحب البلاد ويخاف على البلاد وعنده دم الشهداء يمشي في قلبه. درك درك لازم تبان باسكو الشعب دار حاجه اللي ما عمرها ما راح تصير، مش ديما تصير المشكله وين، مش راح ديما تصير باسكو غدوه الدوله راح تخمم لك في قوالب وتبدا تدير لك في واحد اللقطات تخلي الشعب يخاف ما عادش يخرج، تبدا تفكرك في الارهاب وتفكرك من قدر حتى تدير بومبات نورمال ما عادش مشكل. يا اخي قالها نازل خالد نصر، لا استمارات يا واحد، هم يزوروا وحدهم، راهم وحدهم، راه واحد قاعد وحده في الغرفه وحده، والصندوق وحده راه يزور على روحه. بس خلاص الناس التزوير هذا مشى لهم
ولا يمشي لهم في الدم تسمى. خلاص انا معاك الاخ عادل، لازم ان شاء الله معاك، بصح واسمه تسمى الواقع حاجه واحده اخرى. الواقع دوك هذ الناس هذو اذا كان ما كانوش مأطرين تأطير صحيح، وقادرين هما يشوفوا درك مثلا هذا الناس اللي ثقوا فيهم يعني ثقه صحيحه، يقدروا فيما بعد يفرضوا امر واقع، والا ما كانش فهمت ما كانش درك هما دوك الجماعه وشكون اللي راه معاهم راه يهضر كي صالح. انتخابات ولا انتقاليه؟ اه انتخابات ولا مرحله انتقاليه؟ لازمتنا مرحله انتقاليه دوك. انا مع مرحله انتقاليه فهمت، الانتخابات لازم لها الظروف نتاعها، لازم تهيئ لها الظروف تاع دوك. راني قلت لك هاني قلت لك يعني جبت لك كمثال، قلت لك قادرين دوك هما يخرجوا مرشح في ربع ساعه، في ربع ساعه نفس هذوك الضرابين البروصه اللي كانوا هما يضربوا في البروصه البوتفليقه، خلاص يقول لك باللي هو بوتفليقه راهو زكنا فلان تربح عشيو ثم ثم يعني عشيو طالعين كي والو. بالتالي دوك انت الحاله اللي وسموه هي نتاع الشيء اللي راني انا خايف منه، ما حتى هذه المرحله الانتقاليه، وحتى هذه انا راني كتبتها عندها درتها في اخر ديسمبر، راني كتبتها قلت انا باللي هما عندهم ثلاث مخططات، كتبتها نوار شيربرون، راني مكتوبه في المقال تاع السيناريوهات نتاع الانتخابات هذه تاع 2019. قلت السيناريو الاول هو انه يمشيوا في الانتخابات في الموعد نتاعها قبل ما يعنوا الانتخابات. قلت باللي السيناريو الاول رقم واحد يمشيوا في الانتخابات في الموعد نتاعها ويروحوا مع بوتفليقه، هو منتهي خلاص، ولكن هما يروحوا ويديوها. السيناريو الثاني هذا اللي احنا دوك الان رانا امامه، هذا اللي احنا الان هذا نتاع المرحله الانتقاليه. قلت انا باللي المرحله الانتقاليه ما يديروهاش، يديروها تحت الضغط نتاع الشارع، راها مكتوبه قبل ما الناس تفكر في هذه المسيرات هذو، يديروها تحت الضغط نتاع الشارع يديروها مع الاحزاب هذه، مع انت المخطط باء، مخطط باء تسمى البلون بي، يوم يفوتوا ليها تا دوكا لما يروحوا يجيبوا لك هذه الاحزاب نفس الوجوه قادرين هم يتفقوا مع جماعه قال مثلا من الفيس يجبدوهم كما جبدوه مره سابقه مراني وقشي وذيك ويفوتوا مرحله يفوتوها. والله المخطط الثالث هذاك اللي هو في حاله راني قلتها تاع موت بوتفليقه او ما قدروش، دوك انا رانا ثاني اذن رانا في المخطط هذا، يجيبوا شخص واحد اخر ويعقبوه، راني هدرتها راه موثقه نوار شير بلون هاي موجوده. حنا درك هذو درك هاد الناس اللي راهم دوك ما يحوسوا على التغيير، لو كان ما يكونش فيه حوار قال مثلا تتشكل مجموعات في كل الولايات، تتشكل مجموعات قال مثلا في ام البواقي مجموعه، في باتنا مجموعه، ربعه خمسه ويكونوا فعلا يحوسوا على التغيير الحقيقي، يحدث نقاش يا سيدي احنا في هذا الاطار نقدروا نسقوا مع بعضنا، هاي نسقوا مع بعضنا، تخرج الناس برؤيه صحيحه تمشي فيما بعد، ما يهمناش احنا في الاجنده نتاعهم، يديروا بوتفليقه ولا بوطرطيقه ولا بكذا، يديروا واش حبوا، المهم يبقى هذا الحراك ويتاطر في الاطار الصحيح. فيما بعد انت حتى اذا كان دوك مثلا ما قدرتش انت درك مثلا توصل هذا الرساله هذه وتحقق هذاك التغيير، غدوه يبقى هذاك التغيير غدوه، تفرضوا على ارض الواقع، تروح انت بمرشح اللي هو يمثل الاراده الشعبيه الحقيقيه، وفيما بعد يغير. ما يخلوك في الجزائر، ما يخلوك ديما كاين كي تخمم انت في طريق صحيحه هما يديروا لك طريق اخر. شتي انا شغل شت الوقت الفتره هذه تاع الشهر هي ابهى فتره، قدر كل ما تزيد الفتره تكبر، كل ما هما واعرين قدر هما من 62 هما في النظام، يعني الافلام كلها عندهم عبالك بلي الدوله تاعنا اشطر دوله في الافلام، كون راحوا لليوديو الجوائز
يدوا الاوسكار في الافلام، كل مره يديروا لنا فيلم جدد. راهم في اليتيمة يديروا لنا هاو البشريه السوداء، هاو يقولوا لك هاو منا، هاو يقولوا لك راح منا، هاو يروحوا برك علي بن الحاج يضربوا ويقول لك هاو الارهاب رجع، ويبدوا يديروا لك فيلمات حسابات. وهم كل ما تزيد الفتره عليهم كل ما يربحوا هم، بصح كي يظل يضيق الوقت هو المليح لينا مش ليهم هم. باسكو انت درك تحارب في واحد شو حاب يتنحى من الكرسي كي طوالة عربية، هو كان يروح راح يتزدها عليك، ما يخليش البلاد. مش محبين نعيشوا كناس، ما همش حابين نشوفوا الراحة، ما يحبوناش نتهنوا في البلاد. نعم، هذا ربي يجيب الخير. فكرتك مليحة وأنا محترم، بصح هما ما يخلوكش توصل. إيه قدر كل ولات، شيء يخلوا وراه خلونا قبل رب موزن. ربي يجيب الخير، هذا ما نقوله، أو قادر ربي، فهمت؟ قادر ربي في لحظة، وكنت تكون كاينة إن شاء ناس الله. صادقة وناس مؤمنة وناس عندها إرادة صحيحة، قادر ربي، قادر ربي. إن شاء الله ربي يجيب الخير في هذه البلاد، هذا وش نقوله. الله يبارك فيك، شكرا للأخ عادل، بارك الله يا فيك، ربي إن شاء يبارك الله فيك، غدوة شكرا، نسمعوا بهم. إن شاء الله ربي يعيشك، شكرا. شوفوا ترى الأخ زهير، الأخ اللي قبيل ترمز الاسم نتاعك بروبال، ما ماكش موجود في القائمة أخ زهير. نعم سلام، مرحبا بك. الله يعيشك. لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. تبعت شوية واش كنت تتكلم مع شخصين من قبل على كل حال. وش راح نقوله ما بعد؟ تقدر تقول ولو الإنسان إنه يتكلم عن الغيب في الوضع السياسي في الجزائر هذا، لأنه متقلب كثير يعني لحد الساعة. واش باين واش دار إنه كاين شعب وفئة من الشعب، ما يكون فئة الشعب، قادر نقول الفئة البسيطة الضعيفة المغلوبة على أمرها الوحيدة اللي طلعت، وهي غالبية الشعب. حتى الطبقة المتوسطة ممكن بلاك منها فئة بلاك دخلت، بس صح الغالبية راهم الشعب المقهور، الشعب اللي غالب عليه، اللي ما عنده ما يخسر كما قلت لك، بنزلوا باللي ما عنده ما راه يخسر، وما يبحثش على غدا واش راح يكون بالمخطط، واش تخمم انت واش تقول، ولا واش راح يكون غدوه، ما عندهمش. المره اللي فاتت بالك تشفيت قلت لك راهي كاينه ورطه، كاينه ورطه حقيقه، ورطه العالم بكره يشوف أخ ورطه، السلطه زهير، فيه ورطه. مهم، مانيش عارف اللي راني نهضر مع زهير، ايه هذا من نفسه تاع أمريك. نفسه يا يا نعم 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 المره اللي صافي، فاتت كان شفيت، ذكرت الصوت تاعك. المره اللي فاتت كان شفيت نور الدين خويا، قلت لك راهي ورطه، يعني السلطه راهي في ورطه والشعب في ورطه، وهذه اللي يقولوا عليها مواردة في الورطه، راهي ورطه. يعني كي تخمم بالمنظور يعني الحالي، واش كاين انه السلطه لحد الساعه تستنى واش راح يدير الشعب في مثال، والشعب يستنى واش يدير السلطه، وشكون الفاصل بين هذه اللي يبين يوضح للناس واش راح يكون غدوه، هي النخب هذه. ديما نتكلموا عن النخب على كل حال. كاين واحد حكيت عليه بالك، يقولوا نكاز، رشيد نكاز هذا، انا متبعه شفته من قبل وكذا كذا، هو جزائري من حقه انه يعبر، ويظهر لي راهو دار فينومان، هو دار ظاهره، يعني ظاهره جديده في الجزائر، بغير ما نشوف الخلفيه اللي من وراه، ولا واش يكون عنده الضراب ما عندوش. اللي كان نكاز راهو سخر البندير، هو واحد من الناس اللي بطريقه او بما خرج الشعب. ايوه لكن معاك، ولكن النتيجه فيما بعد، شوف انا النتائج فيما بعد. او قلت لك نور الدين خويا، قلت لك القضيه انه مبهمه، ولو يجيب خبراء العالم دركه واش راح يصير لنا الغدوه، لانه الطرفين هذا الشعب هذا والسلطه ام يتفرجوا في بعضهم واش راح يكون. السلطه عارفه على يوم، مقتنع 100% باللي الخارج اللي يقدر يغيرها، والخارج ما باغيهاش تخلط في الجزائر، لا خاطر لو كان تخلط في الجزائر ما تنساش باللي تونس راهي جماهيرياش، المغرب ما هياش، الساحل ما هياش، سما هذه الوحيده ان السلطه محال تستعمل العنف مع الشعب، والشعب خرج هكاك. بصح انا في ظني ان السلطه لعينها تبدا بالعنف، هي بدات وما تستناش، ما تقدرش تستعمل العنف مع الشعب الا اذا الشعب بين العنف تاعو. انا هذه جابها ربي كما نقولوها في الصواب طول مومون على الساعه هذه. ناظروا واش راح يكون في مثال، تخمينات تخمينات واش راح تكون.
انه السلطه هذه كيقوى عليها الضغط العالمي وكذا. علاش درك مليح الناس النخبه تتصل بالعالم بالسفارات دير وقفات باه العالم يسمع. درك يشغل في الجزائر شتى انا الاخبار شو المصرى والو كيسكومبار يعني تقارن بدول بخلاف. شغل انا مجهولين هنايا فوق الارض كي تشوف يعني لي شان واش يحكيو خاطر مضاره هذه بالك تفوت 10 ملايين 10 ملايين الشعب نورمالمون يعتبر لها في العالم. كاين تجهيل عالمي لما يقع في الجزائر هذه 100%. تبقى الان النخبه هذه كيفاش تتصل ولو بالسلطه لازم يعرفوا نقاط الضعف تاع السلطه هذه اللي هو الخارج. اعطيتك في مثال الخارج كاين نقاط ضعف اخرى. كاين الناس في السلطه ما باغيينش السلطه تبقى في وسط السلطه يعني الناس هذو لازم بالعقل بالعقل يبينوهم سما ذاك لازم تكون تكافؤ. هو هو الاخ زهير شوف اخ زهير شوف احنا دوكا منذ سنوات وحنا نردوا في هذا الكلام وكنت دائما انا في بدايه الحديث نتاعي لما نتحدث دائما نبدا نقول باللي انا التحيه لكل الشرفاء دائما في الكلام تاعي دائما نبدا بها هي الاول. وما دوك كاين شرفاء داخل الجيش انا دائما نقول باللي هاد الناس تمهد لهم الارضيه. لو كان درك باريزومبل مثلا درك تكون كاين هناك قاعده شعبيه حاضنه واسمه الاهداف تتفق حولها الناس تكون نتيجه نتاع حوار ونتاع كذا وهما يتحركوا في الوقت المناسب لما تتاح لهم الفرصه باش هما فيما بعد ينحازوا للشعب. لكن في الوقت الحالي الله اعلم كيفاش الامور راها راح تتطور بين لحظه واخرى. هو واضح من انه الان درك هذا الغليان هذا اللي راه بدا يظهر لو كان ما يكونش مؤطر قادر تحصل انزلاقات خطر. درك عمليه الاستقطاب هذه اللي راها جاريه تاع انه كل واحد راه يحاول يجبد هذا الحراك للجهه نتاعو على جلب باش يأطروا باش يسمو فيما بعد راح تؤدي المواجهه. تاكد انه هاد الناس خرجوا النهار الاول ما كان والو. النهار الاول خرجوا بالورود فهمت ورود وبالبارفان وبكذا ولكن فيما بعد راح تتطور الامور من بعد راح توصل المواجهه. نوردي خويا اذا انا متاكد منها نوردي خويا المواجهه انا ما ازمه انا متاكد منها باللي رايح تسيل فيها الدم راني نقولها والكلام نتاعي راه مسجل راني نشم في الريحه نتاع الدم. نقدر نقولوا كاين جهات بالك اللي بين السلطه والشعب جهه وبخلاف بالك نعلموا واش ربما تحوس خلطها كما نقولوها الناس اصحاب المصالح الخارجيه كما لا راك ممكن اسمع الا كنت تسمع فيا قبل الاخ زهير انا قلت لك كاين الناس اللي هما لا يؤمنون بشرعيه الصندوق يؤمنون بشرعيه نتاع الكلاش ما يؤمنون لا يؤمنون بشرعيه نتاع الصندوق. هاد الناس درك هما درك بمجرد هو ان تتاح لهم الفرصه داخل الشارع راح يضربوا لانه عارفين باللي لما يسيل الدماء من بعد راح يجبدوا الكاسات نتاع التسعينات نتاع كذا. قال ها حوسوا على الدم ها هو ها يوك تحوسوا نزيدوا نديروا بارتي واحده اخرى. من بعد الناس تروح واحد يهرب واحد يحرق واحد كذا ويبقاو خطر. لو كان ما تكونش عندك القوة السلطة ما تديهاش. قصدك وش من قوة يعني وش من قوة الشعب انه يهز السلاح قوة الجيش دك... لا 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 اقول لك نور الدين نور الدين اسمح لي اسمح لي راه نقول لك باللي الوضع راه يختلف بين التجربة السابقة والتجربة الحالية. هي نفسها سياسة طورية بان تفهموا يعني سياسة طورية والشعب الجزائري سهلة بيديرها يعني حنا تبنى باللي الشعب خرج حاجة كبيرة بصح سهلة بيخرج من الدار صدقني انها سهلة. اللي أصعب منها من بعد اللي كنتكلموا عليها من بعد واش راح يصرى وكيفاش. المهم دركا إذا فيها الدم كما قلت أنت وما نتمناوهاش إن شاء الله ما نتمناوهاش جاو عندي البنات تاعي خليوني نهضر ما شاء الله. قلت لك القضيه والله يا نور الدين اخويا اسمه انا دابلوش نشوف
اي مش السلطه تستعمل العنف، لانه الجزائر ما لازمش يصرى فيها عنف الان. البيريود تاع الثورات هذه خلصوا منها، مام في السياسه العالميه خلصوا منها، يحوزوا دركا على حاجه فاز جديده. خرج لهم كما نقولوا عن الكاس هذاك، خرج لهم من القصب، شكون لعبت خرج لهم من القصب، قادر حتى ينيغوسيو معاه دركا. داك ماهيش عارف ايه جماعه نتاع يجي ينقصوا لك مع النكاس. الله يهديك. والله كاين ضعف، كاين ضعف. اسمع والله غير في اي لحظه يتكيو في شعبه جماعه الجيش اللي يتغزو لك مع النكاس. سي بوسيبل. النكاس راه مستعملوا فيه ناس، استعملوا فيه ناس، راه محطينه في الواجهه هكذا. وينو الدليل؟ درك الانسان يهضر بالدليل. نوردين نهضروا بالدليل. يعني الانسان كيفاش الناس يستعملوا فيه منهم؟ يعني دليل كش ما كاين دليل. هو كيما نقولوا شتو انايا كيما نقولوا ما عندي انا، نشوف نحكموا الشت انايا ما حكمت عليه والو. اذا يقولوا عنده الدراهم وما عندوش الدراهم واش نشوف انه انا ما قلتش عنده ما عندوش، ما يهمنيش انا. دليلي انه خرج الشعب منين يروح نعرف الناس كانوا معاه. مانيش نهضر من راسي انا، نعرف ناس كانوا معاه، كانوا يلتقيوا معاه وكانوا يديروا معاه في التجمعات في باري. نعرف ناس كانوا يمولوا في التوقيعات، كانوا ممثلين نتاوعو في ولايات مختلفه في الجزائر. واحد من عنابه، واحد من عين بوشين، واحد من الوهر، واحد كنا نعرفهم كانوا معاه، كانوا يمولوا في التوقيعات معاه في 2014 ولعب بهم. كيفاه لعب بيهم؟ يعني لعب بيهم كيما دوك مثلا القضيه هذيك تاع التوقيعات. انا قضيه تاع التوقيعات هو يقول باللي سرقوهم له. ايه صح سمعتها. ايه انا نعرف الناس اللي معاه قالوا لي يكذب ما لمش التوقيعات. يظهروا هاد الناس، شفت الناس هادو الناس اللي يهضروا معاه كانوا الدين هذا الوقت باه يظهروا. هذا هو حق، هذا هو موجودين الناس اللي دار فيهم موجودين، يبينوا رواحهم، يهبطوا التيره كما يهبط هو سبحان الله. موجودين فيديوهات راه مشهورين فيديوهات. يهبطوا التيره كما هبط هو راهو كما نقولوا انا النخبه اللي حكيت عليك انا، انه يهبطوا يشوفوا البسيط هذا يواجهوه. قال ارواح انت واش درت واش ما درتش برك. هذه هي لازم الناس تفهم بالعقل، بالعقل تفهم وتوعى. اذا كان انت هذا انسان دار حاجه ماشي مليحه بينا درك، لازم كل شيء يبان. هذا وقت سما وين كل شيء يتضح. اذا ما اتضحش في الفرصه هذه، وهذه فرصه عظيمه للشعب الجزائري، راهي فرصه فاز جديده يعني باش ما يبان فيها الضوء. اذا زاد ما بانش الضوء درك زيد استنى 50 سنه، صدقني زيد استنى 50 سنه. هذه باه نقول لك انا يا والله ربي يجيب الخير. نور الدين ربي يجيب الخير. هذا ما كان الاخ زهير راهو خلاص لي الباتري تاع التليفون سيت، راكش ما زيد نطلع واحد والله. يا خويا دير باري هذيك اكسترا باري هذيك، انت نحتاجوك نسمعوك شويه مع المساء. شكرا الله يعيشك. شكرا نور الدين. الله يبارك فيك. شكرا. شوفوا ترى بالك نطلعوا عبد القادر، بالك لا طلع عبد القادر ونختموا البرنامج هذا. سلامة سي نور الدين. الو سلام ورحمة الله. اهلا سي نور الدين، واش راك؟ صافا لاباس والله. لاباس يعطيك الصحة. الحمد لله والله الحمد لله. انا نشكرك على المجهود تاعك هذا وعلى الاجتهاد تاعك وعلى الله يبارك فيك. راك في كندا ولا في البلاد؟ بارك الله. لا راني في كندا، راني في كندا. بارك الله في الاخوة، وبارك الله في الإخوة يعني اللي شاركوا في الحوار هذا. الله يبارك فيك. يعني احنا والله ما كنا، ماذا بينا ما توصلش الأمور إلى هذا الصدام. يعني باسكو يعني أنا غير كيما طلعت من البلاد تحس باللي الحالة راهي رايحة للصدام يعني، وهذا الحال الأمر اللي يخوف يعني. يعني من المفروض السلطة هذه جزء من المشكل، وأنا في رأيي هي جزء من الحل بالطبع. يعني هي جزء، يعني لازم الإشراك تاعها، لازم إشراك كل الجهات.
يعني الحل لازم بدون الإقصاء، يعني إذا أقصينا أي جهة رانا رايحين للصدام والاصطدام يعني، وهذا ربي يستر البلاد والشعب يعني. الأمر ماهوش سهل، الأمر ماهوش سهل يعني، يعني مهما يكون كلك سوا هذه السلطة هذه اللي راهي شادة دوالي بالسلطة في الجزائر، يعني راهي جزء يعني دارت المشكل، ولكن ما لازمش الواحد يقصيها يعني. فأنا نشوف لازم الحراك هذا يعني حاجة مليحة أن الشعب تحرك، ولكن لازم درك المشكل وشكون اللي أطر هذا الحراك، يعني من هي الجهة اللي دركات يعني درك كل الدوائر راهي تفكر كيفاش تستثمر في هذا الحراك، يعني عملية انت استقطاب الدولة العميقة راهي تخدم، الجهات الخارجية راهي تخدم، كل الجهات راهي الآن يعني احنا رانا نحكو وهم راهم يخطوا، يعني وشكون اللي يوجهوا ويأطروا هذا الحراك، وكل واحد يعني يخدم الأجندات تاعو يعني بطبيعة الحال. فاحنا يعني حبذا يعني من خلال الصفحة نتاعك أننا نوجه يعني نداء للشرفاء، يعني الشرفاء والأحرار يعني في داخل السلطة وفي خارج السلطة، باش يكونوا يعني third party، يعني يكونوا الجهة الثالثة، وهذه الجهة الثالثة هي اللي تجمع كل الجهات يعني، ونروحوا إلى حل تاع سلم وحل تاع عقل وتعقل يعني، وإلا الأمور راح تفلت، وإذا فلتت الأمور لا قدر الله يعني وشكون بعد اللي يطفيها يعني، من الله أعلم شكون اللي راح يطفيها من بعد يعني، والأمثلة راهي موجودة يعني، إذا ما يعني ما اديناش يعني الدرس من التجارب السابقة يعني كيفاش يعني، ما يعني ما ادينا حتى درس. عينا نهضروا مع عينا نفهموا فيهم، ما حبوش واش راح دير، الله يسهل عليهم. قلنا لهم منذ سنوات لما كانت الناس في الاتساع، يا ودي سارعوا، راه الطرد قلت راه ربي يعلم بها، سارعوا ارواحوا، تلتقي الناس على الحوار، تلتقي الناس من اجل مشروع نتاع مجتمع، تلتقي الناس في مؤتمر، وحاولوا انه تنسوا الاحقاد هذيك والضغائن، وتنظر الناس للمستقبل، ارواحوا نعالجوا الازمه ونعالجوا التركه نتاعها والتداعيه نتاعها. والناس يقولك انت تحلم، احلم، روح درك للشارع، روح شم الغاز، واش راه تهضر معاه دوك انت؟ ناس راه في الشارع ما على بالوش، على بالوش حتى واش راه هاي دوك انت خرجت مسيره، عيط على روحك، عيط، ومن بعد عيط نهار زوج، نهار زوج، نهار ثلاثه، رايح يجي النهار اللي تكاو فيك بالغاز، لازم رايحين هما فيما بعد يبداو يفرقوا في المظاهرات هذه، لانه راهم رايحين يعطلوا البلاد، من بعد تولي تدخل فيها قوه الامن هذيك المختلفه وتصرع اشتباكات. هذه هي، وحنا ما ننساوش باللي الجزائر البلاد راهي، شوف غير الحدود تاعها يعني، دوك هاد الناس نتاع الحدود كلها تغلي يعني، الحدود كلها تغلي، تا ناس يستدرجوا في الجيش، يستدرجوا فيه، تستدرج في الجيش ومن بعد تقول له انت علاه داخل، والله نحاز ليك جماعه رايحين البارح، رايحين القصر تاع الرئاسه، واش راه دير تما؟ راه تلعب دمينو، واش راه دير؟ راه دير زلبيه تاع ابو فريق تما، والله رايح للرئاسة، رايح تلقى ثم واسمو أجهزة تاع الأمن ما يخليكش تفوت، من بعد هما ولاو ضربوهم بالضرورة من تاع الآخر وفرقوهم، الحمد لله كيو. بصح راهم كاينين الناس اللي دخلوهم، راهم الآن الناس في السجن، كاين الناس اللي راهم يقولك سلمية، الناس راه في السجن، كاينين الناس راهم في السجن، راهم شحال من واحد داوه ولا واحد على بالو بهم. نقولوا خويا نور الدين ما طولش عليك يعني، ان شاء الله تكون ناس شرفاء في البلاد يعني، يجمعوا هذا الفرقاء
ونروحوا إلى حل توافقي، يعني هذه هي، لأن المؤسسات الدولة كلها هي مؤسسات الشعب، يعني وتدميرها هي تدمير الشعب، وتحطيم أي مؤسسة هي نرجع للوراء، يعني دائما نرجع للوراء إحنا يا تولتون يعني. وكان قطعنا عندنا شحال من سنة وإحنا نناديو باش يكون مؤتمر، لو كان الناس تجندت وخدمت ونسات نسات كيما نقولوا الشخصنة وابتعدت على الوسم، ولو كان رانا تقدمنا على الأقل يا سيدي، إلا كان رانا ما درناش لقاء في الجزائر على الأقل لو كان درناه، راه وين راهو هذه؟ درناه اللقاء الأول في 2013 عنده 6 سنين، لو كان الناس مشات في هذاك الإطار، لو كان رانا قطعنا أشواط، راه الناس راها تبني في الدولة. هنا الناس واحد راه يروح درك وما عاد يدوروا ويعاودوا يرجعوا لك الاسم نفس ال، معليش واحد قاعد يدور في حلقه مفرغه كيما نقولوا هنايا، كيما نقولوا حنا اتس نوت ليت، يعني ماهوش لم يح... مازال الحال، يعني مادام ما سالش الدم، الله يستر البلاد يعني، والله غارهين لها لو كان ما يديروش درك الان قبل الوقت الله، يعني الآن لو كان ما يسارعوش عندنا سنوات، احنا نقول لهم سارعوا، راه لو كان يموت بوتفليقة راه من التسجيلات مازالهم موجودين منشورين، سارعوا صحيح. يلا عجل باش الناس تدير مؤتمر وتروح تفكر الناس في حكومة نتاع وحدة وطنية، وتمشي الناس دير انتخابات وروح بالسياسة بالشوية واحدة واحدة، والله العظيم يلا الطرد قلت غير ربي اللي على باله بها، وهذه راها مؤشرات، هذه مازال ما صرا والو، هذه راها فقط بدايه نتاع اسمه. انا اليوم نمشي في الطريق نسمع في ناس هكذا في الطريق هكذا، واحد الدمار اللي حاكمهم والله غير ربي اللي على باله به، ناس خلاص عمليه نتاع انفجار، ربي يستر البلاد. امين امين. المهم ربي يبارك فيك، ربي يحفظك. شكرا للاخ عبد القادر، شكرا. المهم الاخوه والاخوات، راهو خلصت لي الباتري نتاع التليفون، ما نقدرش نزيد ندخل حتى واحد. اذا كان فيه اخوه راهم يتبعوا فينا، حنا رانا منذ سنوات ونحن نردد باللي لابد من مؤتمر اللي ينهض بالجزائر الى مخرج. هذا هو الطريق الصحيح، لابد من عقد مؤتمر تتشكل من خلاله حكومة نتاع وحدة وطنية، ومن بعد الحكومة هذيك هي اللي تسهر على إنشاء دستور وعلى إجراء انتخابات رئاسية. إذا كان راكم فعلا تريدون تأطير هذا الحراك، هاو الطريق الصحيح اللي يمشوا فيه. انساوني أنا ماني نحوس لا على القيادة ولا على الريادة ولا اسمه، انساوني أنا، هاو الطريق الصحيح اللي تمشي فيه الناس، هو عقد مؤتمر. إذا كان ناس مؤمنة بهذا الطريق يا سيدي راسلونا ونتواصلوا مع بعضنا البعض وندفعوا الأمور إلى الأمام. وإذا حبيتوا تروحوا تكملوا في الطريق، تبعوا في الأهواء. نهار اللي تشوفوا، راني قلتها لكم راها مسجلة ومكتوبة، نهار اللي تشوفوا في الدماء تسيل تفكروا وش هو المشروع تاع المصالحة، تفكروا وش هو المؤتمر اللي كنا ندعو لكم فيه، وتفكروا وش معنى التوافق، وش هي الأخوة، وش هو كذا، وكملوا في الطريق تاعكم. أنا ماشي نحذر فيكم الوسم، راني ننصح فيكم نصيحة نتاع واحد اللي يحب لكم الخير. تحبوا تبعوا الأوهام، تبعوا لأرواحكم، راكم تجني وغير الشوك. واش راح تجني انت من الريح؟ واش راح تجني منه؟ تبع الريح تجني الريح، هذا مكان. مهم هذه الكلمة نتاعي، معذروني الإخوة خلاص لي الباتري، رانا إن شاء الله نلتقي في فرصة واحدة أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.